المؤتمر زي ما اللي تابع امبارح، سواء اللي كان موجود او اونلاين، انه بتبقى فرصه كويسه ان الناس تتقابل، وانه يبقى في نوع من الديسكشنز ونوع من التعارف ونوع من انه مين يكون بيعمل ايه، وكلنا كمجتمع اكاديمي وكمجتمع معماري وتخطيط عمراني وتصميم عمراني نكون عارفين مين بيشتغل في ايه. ولان الحقيقه المؤتمر مش بيبقى فرصه فقط لان احنا نعمل برزنتيشن للبيبرز او ان احنا نعرض الريسيرش وورك بتاعنا في جورنالز بس، لكن هي بتبقى فرصه للقاء وللتعارف وللتعاون في المستقبل، سواء في ابحاث او على المستوى الاكاديمي والمستوى المهني. فيعني انا احب ارحب بيكم، وبرضو الدكتوره ايه انا بشكرها لانها تكون زميلتي في السيشن بتاعت النهارده. ولو تحبي دكتوره ايه تقولي لهم كلمه قبل ما نبدا في البرزنتيشنز. يعني ميرسي دكتور دكتوره احمد ايه، شرف لينا ميرسي دكتور احمد شرف لينا طبعا ان حضرتك تقود الجلسه، يعني دايما كده. Can you raise بس your voice سنة لأن الصوت واطي شوية؟ كنت بقول لحضرتك متشكره جدا، وطبعا يعني شرف لينا ان حضرتك دايما تقود جلسات والابحاث العلميه. بصراحه انا من اشد المعجبين ب يعني بيور بيرسبشن اصلا في الريسيرش والمانجمنت الاثنين، بصراحه اللهم بارك. فيعني ربنا حضرتك يخليك. ما شاء الله تشير هايل، ان شاء الله الباحثين يستفيدوا منه. هستأذن حضراتكم بس ان احنا هنلتزم بالوقت، والباحثين اللي لسه ما عرضوش هيبقوا متابعين معايا الشات. كل باحث هياخد مثلا من 10 ل 12 دقيقة، لو يعني من 10 ل 15 دقيقة، خلينا نقول زي ما دكتور أحمد تكرم وقال. وحضراتكم هتعرضوا من عندكم، فاحنا عاملين لكم انيبلنج تو شير يور سكرين. فان شاء الله يبقى مثلا يعني احنا عندنا دكتوره نهى هتعرض، يبقى بعدها على طول دكتور رنا جاهزه بالبرزنتيشن بتاعتها، بحيث ان دكتوره نهى تقفل دكتوره رنا تفتح باذن الله. هو دكتور احمد كان قال لنا من شويه ان ان شاء الله الدسكشن هتكون في الاخر. إن شاء الله بإذن الله. برضو يا دكتورة آية لو ممكن يعني بريفنج بسيطة كده عن كل الأوثرز، يكون برضو فرصة كويسة زي ما اتفقنا للتعارف بيننا وبين بعض. يعني very couple of words كده، what's your university, what's your previous experience, if you are working on a research project or a research line. فبرضه تبقى فرصة كويسة للتعارف ما بيننا وبين بعض. يعني أنا طبعا نسيت أعرف بنفسي، أنا اسمي أحمد حسني رضوان، أنا أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الفنون الجميلة ووكيل الكلية. دكتور هو الصوت راح؟ الصوت راح عندي انا كمان. ثواني. صح؟ تمام. دكتور أحمد دكتورة آية، يعني I'm reconnected again. يس كنت في طيب مشكلة واضحة. احنا كنا وقفنا فين؟ معناها تعريف حضرتك بأن حضرتك أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الفنون الجميلة ووكيل الكلية ولم يذكر لشؤون إيه؟ لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
وعلى المستوى المهني انا مهندس معماري استشاري وبشتغل في مجال تصميم المباني العامه والتصميم العمراني. شرفنا يا فندم، لينا الشرف. انا اسمي ايه الخولي، انا مدرس العماره والتخطيط في معهد القاهره العالي، ومحاضر بدوام جزئي في الجامعه الامريكيه، وبشتغل على المستوى المهني حاجه اسمها كوميونتي ديفلوبمنت اكسبرت او خبير تنميه المجتمعات. شغلتي هي تحويل اللي الناس بتحلم بيه او بتقوله لحاجات يفهمها المخطط، ف يعني اعتبروني بشتغل الكوردينيتور بتاع الجروب. هايل هايل وكده. هايل هايل يا دكتورة آية، أهلا وسهلا بيكي. طيب نبدأ أول برزنتيشن يا دكتورة آية. طبعا هتتفضل الدكتورة نهى حسناوي، هتعرض لنا، هتعرفنا بنفسها، ثم هتعرض لينا بيبر بعنوان The Effect of Using Green Walls in Enhancing the Visibility of Urban Spaces. السلام عليكم. الأول هي بس الشير واضح قدام؟ واضح يا دكتور. تمام واضح. تمام. أنا الأول بشكر حضراتكم يعني على الفرصة الحلوة دي وإن إحنا نقدر نتعرف على بعض أكتر. أنا دكتورة نهى حفناوي، أنا مدرس كلية الهندسة ببنها جامعة بنها. أهلا بحضرتك وأهلا دكتورة إيه. هستعرض النهاردة بحث بعنوان The Effect of Using Green Walls in Enhancing the Imageability of Urban Spaces. كان مقدمة سريعة كده بتكلم على إن Green Walls ساعدتنا إن إحنا نتحرك في اتجاه. أول يا دكتورة نوع البحث ده فردي ولا في زملاء مع حضرتك؟ لا لا فردي أنا بس. فردي. تمام تمام تمام. تفضل يا دكتور. شكرا لحضرتك. بنقول ان الجرين وول ساعد كتير في ان احنا نتحرك في اتجاه الانتجريشن سستينابيليتي في كل عناصر السيتي اليمنتس، وده طبعا لما ليها من دور كبير في ان هي تعمل شيبينج ذا سيتي وانها ترفع كواليفيكيشن اوف ذا اوربن ايمج. بنتكلم على الايمجابيليتي ان هي الكواليتي اوف ا بليس اللي بتخليه مور ريكوجنايزد وميمورابل، وبالتالي تبقى ان جرين وولز بتاثر على اليوزرز بيرسبشن للادجسنت اربن سبيسز، فكانت ليها تاثير في ان هي تعمل امبروفنج للايمجابيليتي اوف اربن سبيسز. المين ايم بتاعي ان انا اندرستاند وفوكس على الجرين وولز والدور اللي بتلعبه في انها تعمل انهانسنج للايمجابيليتي اوف اربن سبيسز، وبالتالي ان انا اعمل جايد لاين يوريني ازاي ان انا اقدر استخدم الجرين وولز في ان انا اعمل improving الايمجابيليتي اوف اربن سبيسز. الميثودولوجي بتاعتي بتتقسم لثلاث اجزاء رئيسيه. الجزء الاولاني ان انا بعمل ايدنتيفاي للديفينيشنز بتاعه الجرين وولز، بعمل ستادينج للديفرنت تايبس للجرين وول سيستم والكاركترستكس بتاعتها وايه هي الفاريوس بنفيتس بتاعتها. الجزء الثاني بتاعي بتعرف على الايمجابيليتي والاسبيكتس بتاعتها، وبجيب ثلاثة كيس ستادي وبحللهم، بعمل بينهم كومباريتيف اناليسيس. ده كله عشان اقدر اوصل للجزء الثالث بتاعي ان انا اقدر اعمل جايد لاين بيوريني ازاي ان انا اقدر اعمل انهانسنج للاربن سبيسز عن طريق الاربن سبيس ايمجابيليتي عن طريق استخدام الجرين وولز. بتكلم في الجزء الاولاني عندي عن الجرين وولز نفسها، بقول ان الجرين وولز دي هي الفيرتيكال سوليوشنز اللي انا بستخدمها اللي بتتميز بوجود فيجيتيشن طبعا وكل العناصر اللي بتسبورت الجروث بتاعتها. بيكون من مجموعه من فاندامنتال ايتمز اللي هي الزرع نفسه، البلانتنج ميديا، الاستراكشر اللي بيعمل سبورت ولينك للزراعه دي للفساد، والاريجيشن سيستمز بيزد على الديزاين نفسه. الجرين وولز فيها نوعين اساسيين، الجرين فاساد سيستم والليفنج وول سيستم. الجرين فاساد سيستم هو بيتميز ان هو عباره عن نباتات متسلقه على الواجهات، فيها نوعين دايركت والاندايركت. الدايركت ان هي بتطلع متسلقه على طول من غير ما احتاج داعم او حاجه زي كده، اما الاندايركت لازم يكون عندي سبورتنج سيستم زي ستيل كيبلز او ماشز او تريلز. الجروينج ميديا بتاعتها بتبقى تحت. اما الليفنج وول سيستم، الليفنج وول ده بيبقى مور كومبلكس، بيبقى محتاج سبورتنج سيستم وفاريوس اتاتشمنت تكنيكس، بس بيديني مور يونيفورم ووايد فرايتي اوف فيجيتيشن في منه. وكمان الجروينج ميديا بتاعته بتبقى في اتاتش للفساد.
في منها نوعين، الكونتينوس ان هو بيبقى النباتات فيها راكبه على لايت ويت وبيرميبل سكرينز، اما الموديولر فبيكون مجموعه من الكومبوننتس او الموديولز بيكون موجود فيها النباتات ومتركبه على الحيطه مباشره او باستخدام استراكشر. البنفيتس بتاعت الجرين وولز في الحقيقه، هي الجرين وولز ليها بنفيتس كتير على تو سكيلز، سواء الاربن سكيل او البيلدينج سكيل. هندرس البنفيتس دي من ثلاث حاجات اساسيه: الانفايرمنتال والايكونوميك والسوشيال ادفانتج. فبنبدا الاول في البيلدينج سكيل. بقول الانفايرمنتال بنفيتس بتاعتنا منها ان هو بيعمل طبعا ريديوسنج ذا هيتنج والكول لود، وبالتالي بيساعد على ان هو يحقق يعني انرجي سيفنج. بيشتغل ك شيدنج ديفايس وانسيوليشن ماتيريال، وبالتالي بينظم درجات الحراره الداخليه جوه المبنى. بيمبروف طبعا الثيرمال كومفورت، وبيقلل الاندور نويز، بيقلل بيعمل ديكريزنج للكراك اند كاربونايزيشن بتاع البيلدينج انفلوب، بالتالي يزود اللايف سبان بتاعه. بيعمل ريزنج للاندور انفيرمنتال كواليتي. بالنسبة للسوشيال بينيفيت طبعا بيحسن الهيلث والويل بينج بتاع الادمين او اليوزرز، بيهانس اليوزرز كومفورت في البيلدينج. الايكونوميك طبعا في حاجات كتير زي ان هو بيعمل كوست ريدكشن نتيجة الانرجي سيفنج، بيريديوس النيدز للانفلوب مينتننس، بيبروتكت من يو في دامج، بينكريز البروبرتي او ريسيل فاليو، وكمان بيقدر يساعدني بيبقى له كريتيكال رول ان ايرنينج اديشنال بوينتس في الجرين بيلدينج لو طبقا للليد ريتنج سيستم. على الاربن سكيل برضو بالنسبه للانفايرمنتال بنفيتس، هو بيعمل ناتشرال اير كولينج حوالين المبنى، بيقلل الاير بوليوشن حوالين المبنى، وبيعزز الاير كواليتي، بيزود البايودايفرستي، بيقلل الاربن نويز بوليوشن. بالنسبه للسوشيال هو طبعا بيمبروف السيتي استيتكس، كمان بيعمل بيكون لي بوزيتيف امباكت على المينتال والفيزيكال والبينج بتاعه المستخدمين، بالتالي خليهم يتفاعلوا بشكل اكبر مع الفراغات المحيطه. بيبقى له بيهيفير امبروفمنت زي ان هو يخلي يقلل العنف ويقلل الجريمه، وبالتالي بيحسس الناس بالامان اكتر. يعني الايكونوميك بقى زي ان هو بيعمل الايكونوميك زي ان هو بيعمل انكريزنج للنيبرهود ريال استيت فاليو، وبيعمل انكريز للاربن اجريكلتشر. بنتكلم بعد كده عن الجزء الثاني اللي هو الايمجابيلتي اوف اربن سبيسز. بنقول ان الايمجابيلتي بتاعت الاربن انفايرمنت بيكون ريليتد لمجموعه من الفيزيكال كاركترستكس والفاريوس بروبرتيز بتاعتها زي الايدنتيتي والستراكشر والايجابيلتي، وطبعا ده بيشمل مجموعه من الحاجات زي اللاند سكيب اليمنتس، سراوندينج بيلدينجز، اليوزر سيفتي، كومفورت وبليجر، النواحي الجماليه، اللايفبيلتي والفيتاليتي اوف ذا سبيس. وطبعا احنا عندنا الفاسات بتاعت البيلدينج بتلعب دور مهم جدا في ان احنا نكون الايمجابيلتي اوف اربن سبيسز. من ضمن الحاجات الفيزيكال ابييرنس او الحاجات اللي بتاثر في البيلدينج فاسات عندنا زي الفيزيكال اليمنتس، تشمل الفيزيكال اليمنتس بتاعت الفاسات تشمل البيلدينج فاسات ديزاين، الستايلز، الماتيريالز المستخدمه في الفاسات والكالرز، الديفرنت شيبس والكالرز اوف ساينز، البيلدينج هايتس والتكستشرز. والكلام ده كله بيشتمله هنا الفيجر اللي قدامنا. ففوق بنتكلم على الفيزيكال elements of building، طبعا دي المجموعة من النقط بتاعته. وبنقول ان استخدام الجرين وول بيساعد ان هو يربط البيلدينج ده بالurban environment والnature، وبالتالي يساعد ان المكان او الurban space اللي حواليه يكون more memorable لليوزرز. وبالتالي احنا طلعنا بالاسبكتس بتاعت الايمجابيلتي اللي هي مجموعه الاسبكتس اللي عندنا قدامنا. في الكيس ستادي احنا درسنا ثلاثه كيس ستاديز من اماكن مختلفه. اول واحد من سنغافور، وده مبنى استخدم الجرين وول، واستخدم في الديزاين هنا عمل لينكد لاندسكيب ترام، جايب من اول مبنى من تحت لحد اعلى نقطه في المبنى، واستخدم هنا الاريجيشن عن طريق الجراي ووتر. تاني مبنى كان في العين في الإمارات، ودي كانت مدرسة، واستخدمت living wall system، واستخدموا irrigation channels و different variety ل plants، وده طبعا أثر بشكل كبير جدا على إنه قلل الـ air temperature والinternal temperature،
وكمان ساعد في الكولينج، وكمان الثيرمال انسيوليشن، عمل ثيرمال انسيوليشن كويس جدا جوه المبنى. المبنى التالت بتاعنا هو في باريس، هو استخدم عندنا 7600 بلانس من 240 فصيلة مختلفة، وعمل البلانس دي على شكل دياجونال ويفز، والنتيجة كانت ان احنا قللنا النويز والانفيرمنتال بوليوشن، وعملنا دايفرستي او بايو دايفرستي في المكان. بعد كده عملنا كومباريتيف اناليسيس بين الثلاث انواع بتوعي، بتقول الثلاث مباني بتوعي، وقلنا هنا البينيفيتس على الاربن سكيل، والناحيه الثانيه الاسبكتس اللي حققتها في الاميجابيليتي بتاعه الاربن سكيل. فكان على سبيل المثال اول مبنى كان عمل اللي هو انهانسنج للامبيانت كولينج والانفيرمنتال كواليتي، عمل ريديوسنج للنويز، عمل استخدم لاند سكيب رامب، عمل انهانسنج للاستاتكس امباكت، وبالتالي ده حقق لي كومفورت وبليجر لليوزرز، اللي رفع اللايف بيلتي الفيتاليتي، حسسنا بسنس اوف بليس، وخلى المكان بالنسبه لنا ميموربل، رفع الشكل الجمالي، وعمل كوميونتي انتر اكشن اكتر في المكان. عشان كل ده ان احنا نقدر نوصل للبروسبكتد او بروبوزد جايد لاين بتاعي، في الجايد لاين بتاعي ان انا بقول الجايد لاين ده اللي هو ازاي استخدم الجرين وولز في ان انا اعمل انهانسنج للاميجابيليتي بتاعه الاوربن سبيسز. فهنا انا حطيت الاسبكتس اللي انا كنت طلعتها من الفيجرز اللي استعرضناها قبل كده، مجموعه الاسبكتس بتاعنا، وهنا في النقطه هنا انا بستعرض ازاي الجرين وولز ساعدنا ان هو يحقق كل اسبكت من الاسبكتس دي. فبالنسبه للميموري والايمج عن طريق ان الجرين وولز ساعدتنا ان هي تعمل امبروفنج للجود اوبزرفيشن، وتعزز المينينج لليوزرز، وبالتالي بتخليهم بوزيتيفلي انتراكت مع الببليك اوربن سبيس. الكمفورت والبليجر، قلنا ان اليوزرز بتاعت الاوربن سبيس بتحس بمور كمفورت نتيجه الكولينج افكت، كمان ان هي بتنقي الهواء وبتنقيه من التوكسيك بوليوتنت المختلفه، فده بيعزز الصحه او بيعزز بتحسس الناس ان هي مور كومفورت، وده تاني تبقى مور بليس. الاستراكشر اليمنتس والجروينج ميديا اللي بتستخدم في ليفنج وول بتساعد ان هي بتعمل ريديوسنج للنويز عندنا. بعد كده عندي السنس اوف بليس عن طريق ان انا بستخدم الجرين وولز كريفايند اليمنت عشان يعمل نورماليزيشن للبيلدينج هايتس. ممكن كمان استخدمها ان هي ترفع السنس اوف ريجولاريزيشن بين اللور رايز بيلدينج والهاي سبراي هاي رايز بيلدينج او العكس. كمان بتعزز انها تعمل كومبوزيشن اربن كومبوزيشن عشان اصحح لو في اي فاريشن في الالاينمنت بين المباني المتجاوره. بالنسبه للسيفتي طبعا نظرا للي احنا قلناه قبل كده، فهو نتيجه ان احنا بتقلل احساس العنف واحساس الجريمه، بترفع احساس الانهانس الهيلث والويل بينج، فكل ده بيشعر الناس او اليوزرز بانها مور سيف يعني كومفورت. اللايف بيلت والفيتاليتي نتيجه كل ما سبق، فطبعا هي بيبقى لها دور كبير جدا ان هي تحسس اليوزرز ان هم مور كومفورت، ولايف ان المكان اللايفابيلتي والفيتاليتي بتاعته عاليه. الكوميونتي انتر اكشن، هي طبعا جرين وولز بتساعد ان يكون في بيتر ليفنج انفايرمنت وتنهانس الكوميونتي انتر اكشن. في النواحي الجماليه طبعا هي الفاريشن بتاعت النواحي الجماليه هي تعتبر كي فيتشر، عن طريق ان هي بتعمل ماسك لاي مشاكل في المبنى من بره. لو انا عندي حيطه فاضيه في المبنى فاقدر اعمل لها جرين وول فساد ازرع فيها، وبالتالي ده بيدي شكل جمالي بدل ما تبقى الحيطه مصمطه قدامي. diversity of landscape elements and colors، طبعا لما بستخدم انواع مختلفه من vegetation و species مختلفه وكده ده بيعزز طبعا with various colors، ده كله بينهاس الدايفرستي في اللاندسكيب. As a conclusion، إن الجرين وولز أثبتت فعلا إن هي ليها various benefits لما بتستخدم، زي إن هي بترفع الناحية الجمالية، بتreduce the energy demands، الـ ambient temperature، الـ urban heat island effect، بتعمل بتساعدنا في حاجة مهمة جدا إن إحنا بندخل عناصر خضراء في الـ urban spaces من غير ما تاخد مساحة كبيرة عندنا في المكان، لأن إحنا بندخلها على المبنى. بتعمل مانجنج للستورم ووتر، بتزود الكواليتي بتاعت الاير، بتعمل انكريزنج للاربن بايو دايفرستي.
وطبعا regarding لل urban space immutability هي طبعا ساعدت كتير استخدام ال green walls، ساعد ان هو يرفع immutability بتاعت ال urban space عن طريق ان احنا لو طبقنا الحاجات الموجودة في ال guidelines دي هنقدر ان احنا نفلفل يعني various aspects من ال immutability. وكده تبقى انتهت ال presentation بتاعتنا، وارجو ان هي تكون نالت استحسان حضراتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم ولحسن استماعكم. شكرا دكتورة على البرزنتيشن وعلى يعني التزامك بالوقت وعلى سردك للموضوع بشكل very كده interesting. اسمحي لي بس دكتورة آية، أنا يعني وحضراتكم جميعا يعني أن أنا هرجع في كلامي وهعقب ونفتح الـ questions، نفتح المجال للـ questions لأنه هننسى الحاجات اللي يعني أنا هنسى الحاجات أو الكومنتس اللي أنا كنت عايز أقولها. فيعني أنا هسأل شوية أسئلة أو هقول بعض الكومنتس، ولو حد من الزملاء بيتقفل بس علشان إحنا كنا دينا أوردر زي ما حضرتك قلت، فثانية حضرتك افتح الدسكشن وحالا هيوقف العرض اللي شغال. أوكي تمام. طيب الدكتورة أنا عندي الحقيقة يعني تعليقين، ومعلش يعني أرجو أن يتسع صدرك للتعليقات بتاعتي، لكن الغرض زي ما قلنا طبعا. إن إحنا بنثري دايما المجال بتعليقاتنا وبالمناقشات بتاعتنا. التعليق الأول يا دكتورة إنه أنا عندي شعور بأن الموضوع يعني أولا الموضوع مش جديد، وانا مش معترض خالص على انه مش جديد، لكن احتياجنا ليه دلوقتي بقى بيج ماست لموضوع الجلوبال وورمينج وموضوع الحلول اللي يجب ان نبحث عنها داخل على مستوى المدينه او على مستوى المبنى. ده بقى واحد من الموضوعات اللي يجب ان نعيد البحث فيها مره واثنين وثلاثه وعشره. ف نقطة أنا أحييكي أن أنت بتبحثي في موضوع على الرغم أنه ليس بهذا الجديد إلا أنه أصبح حتمي في الوقت الحاضر. لكن عندي يعني تحفظ على كلمة guidelines. أنا موافق تماماً على guidelines على المستوى العام، لكن كان نفسي نطلع بـ guidelines مثلاً محلية. هل البحث ده قابل أو هل الـ guidelines ده قابل للتنفيذ على المستوى المحلي؟ وكان برضو من التعليقات اللي ليا وانتي بتعملي الثلاث حالات الدراسية ان في بعض الحالات الدراسية في مصر سواء الحالات ديت وفقت تماما او وفقت بشكل جزئي ام لم توفق كان يجب ان احنا نستعين بها. من ضمنهم مثلا المقر بتاع فرع سي اي بي اللي في سمارت فيليج، واللي اعتقد يعني كان فكرة الجرين وول مطبقة فيه، فكان ممكن ان احنا نشوفه هم وصلوا لفين، هل الموضوع محقق الاهداف اللي اتعمل علشانها ولا لأ، لو ما تحققش ما تحققش ليه، لو اتحقق اتحقق ازاي وهكذا. فالاستعانة ببعض النماذج من الواقع المحلي بتبقى مهمة في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بالذات موضوع الجرين روفز والجرين وولز التكنولوجي بتلعب فيها دور مهم جدا، الاوبريشن بتلعب والمينتنس بتلعب فيها دور مهم جدا جدا. فأنا ممكن ألاقي الجايد لاينز ديت، أنا بشتغل على الأوربن سكيل أو على البيلدينج سكيل، أخدت الجايد لاينز دي من حضرتك وبدأت أطبقها على كيس ستادي واثنين وثلاثة ولم تكلل بالنجاح، وأفضل أتساءل هي ليه الحاجات دي لم تكلل بالنجاح. فكنت أتمنى من حضرتك أو أتمنى بقى دلوقتي أنه في الأبحاث المستقبلية أن نستعين بنماذج محلية، بكيس ستاديز من مصر، بكيس ستاديز من إقليم مناخي وإقليم يتشابه معنا. الحاجة التانية المهمة جدا البيزنس موديل، هو الموضوع بمعنى أنه لو أنا بتكلم عن مبنى قائم الموضوع ده تكلفته إيه؟ لو عن مبنى جديد الموضوع ده تكلفته إيه؟ وهل هقدر أقدر أبلاي فيها زي ما حضرتك قلتي أن أنا عندي مثلا حيطة فاضية؟ طب ما أنا عندي كمية حيطان فاضية في مباني إدارية ومباني تجارية كمان كتيرة جدا، هل لو أنا عملت الفكرة دي فيهم كلهم هتبقى فاليد ولا هختار بشكل معين عشان يحقق الأهداف اللي حضرتك قلتيها في البيبر أو في البرزنتيشن بتاعتك؟ فدي نقطة برضو مهمة، لأنه لو كل الحيطان اللي عندي المباني اللي عندي بقت جرين وولز
اولا انا هقدر اعمل لها مينتننس ازاي، ثانيا الابيلينج فيتشرز بتاعتها او الاتراكشن اللي حضرتك عمليات، ما هي خلاص هي كلها تنتهي، لان المباني هنا بقت كلها شبه بعضها عباره عن جرين وولز، الفيتشرز اللي بتميز مبنى عن التاني يمكن ما تبقاش موجوده بالقدر اللي احنا متخيلين. انا كده خلصت الكومنتس بتاعتي يا دكتور. تمام يا دكتور، وشكرا لحضرتك. هو بس حضرتك يعني هو في كذا بوينت. هو مبدئيا انا لما جيت اختار الكيس ستاديز ده، انا كنت مصممه ان انا اختارهم في اماكن مختلفه ب اقاليم مناخيه مختلفه. كويس انا ما اخترتش حاجه محليه دلوقتي، عشان انا اخترت حاجات يعني قطعت شوط كبير وسنين كتير، وبالتالي بدأ يبان شوية اللي ليها واللي عليها زي ما بيقولوا، بعد ما استخدموا الجرين وولز. تمام، كويس كان في دراسات اتعملت عليها. بالنسبة جميل. للموضوع المحلي ده والتطبيق، أنا كنت سايبها لليار تانية بصراحة. ما طبعا انا يعني مش طالب يعني منك الرد علشان تجاوبي على الاسئله، بس كل الحكايه زي ما لا لا لا، اتفقنا بالعكس ده حضرتك يعني وي ار برين ستورمينج توجذر، لانه المجال دوت زي ما بنقول كده مجال يعني يعتبر بالنسبه لنا في مصر على الرغم ان هو على المستوى الدولي او على مستوى هو حتى للأسف يعني جديد عندنا، للأسف. هو يعتبر جديد عندنا، لانه بالظبط هو الجرين روفز، وما زال الديبيت عليه او الاسئله الوجوديه بتاعته فاليد، اللي هو ايه تو بي اور نوت تو بي، في الوقت اللي الناس بره بتطور الانظمه بالظبط بتاعته زي كده ما حضرتك ذكرتي في البرزنتيشن، احنا ما زلنا في الاسئله الوجوديه بتاعت هو ينفع ولا ما ينفعش، هو موجود ولا غير موجود. طبعا شئنا ام ابينا نتيجه للزحف العمراني اللي بيحصل، ونتيجه لانه احنا بنفقد على مستوى المدينه مسطحات خضراء كتير، بشكل كبير فانا جدا. تخيلي انا ان ده هيتحول مع الوقت الى انها هتبقى شبه مبادرات فردية الناس هتعملها لتعويض نسبة الفاقد من المسطحات الخضراء على مستوى المدينة، فاحنا مش بمزاجنا هيحصل، لكن اللي يهمني دلوقتي انه لما يحصل نكون مستعدين ليه، مستعدين ليه على مستوى العمران زي ما حضرتك ذكرتي في البرزنتيشنز بتاعتك، انه فين الاماكن اللي تقدر تهوست الفكرة ديت، وعلى مستوى المبنى انه المبنى بتاعي هل هو يقدر فعلا يستوعب الفكرة ديت ولا المبنى لم يصمم، وبالتالي فكرة المبنى القائم هنعمل فيه ايه؟ What if I decided مثلا as an owner وانا عندي مبنى اداري او مبنى تجاري، وجيت استعنت بحضرتك وقلت لك اعملي لي الجرين وول بتاعة المبنى ده، فمحتاج ابقى عارف التكلفة بتاعته ايه، واحتاج ابقى عارف الرننج مينتننس بتاعته في مصر هتبقى عاملة ازاي علشان اقدر اخد قرار انه او لا. بالظبط. هو كمان من الكيس ستاديز اللي انا جبتها كان فيه مباني بدات اصلا من الاول بفكره الجرين وولز، وكان فيه مبنى زي مبنى بتاع العين، المدرسه بتاعت العين دي كانت تعتبر اول مدرسه تبدا في تاخد الخطوه دي، وهي كانت اصلا اكزيستنج وبداوا يركبوا عليها الليفنج وول سيستم، وفعلا هم لقوا ان هو عمل جنى يعني حصاده. هو مش بي افكت كبير قوي، بس طبعا مع الوقت الموضوع بيتحسن. وكمان هم عملوا يعني تدوير للمية، وعملوا حاجات كتير قوي واستخدموها في الإيريجيشن سيستم، فده عمل لهم يعني برضو وفرة مش بس في الطاقة وفي حاجات كتير تانية. ده غير طبعا البينيفيتس اللي حققها في ان هو قلل الحرارة. حضرتك عارف الإمارات حرارة فيها فظيعة في الصيف، فقللها بشكل كويس سواء جوه المبنى او بره طبعا المبنى. بالظبط، وعمل خليني اضيف حاجه اتفضل برضه يا دكتوره، انه في الحالات اللي زي كده هو الغرض دكتور ما أحمد. بيبقاش تحويل الموضوع الى انه كل الناس في كالتشر للموضوع، بمعنى انه انا لو انا قدرت احول بشكل او باخر كل حائط وكل مسطح لمسطح اخضر، وقدرت ان انا احقق له الاشتراطات اللي اتذكرت في الجايد لاينز ديت، اما يتحول الى ثقافه خلاص هيتحول الى ان اللي مش طبيعي ان يبقى في حيطه سوليد ومتسابه مش العكس، وده للاسف اللي حصل دلوقتي. احنا عندنا لو حضرتك مشيتي في اي مكان لقيتي جرين وول هتشاوري تقولي ايه ده، ايه الحيطه غريب الغريبه دي. بالظبط. مع ان المفروض العكس، لان انا دلوقتي عندي مشكله زي مشكله ميه، فالسكارستي اوف ووتر هترفلكت على الجرين ارياز فيري سونر، اتمنى اكون غلطان لكن للاسف الشديد ده واقع، وبالتالي طيب انا هعوض الاكسجين اللي انا محتاجه منين، فانا لازم يبقى عندي بديل.
غطاء شجري غير موجود نتيجه للاربانيزيشن اللي عماله تتوسع، ونتيجه لامتداد الطرق وتوسعتها والمحاور والكلام ده كله. طب انا هعوض ده منين؟ فانا محتاج ان انا اخلق بديل او اوجد البديل المناسب على المستوى بتاع المبنى زي ما حضرتك ذكرتي، وعلى مستوى الاوربن سكيل اللي هو هيتوسع لغايه ما يبقى على مستوى المدينه. بالظبط كده حضرتك، ما هو ده هيساعد كتير كمان، لان للاسف حصل يعني كتير قوي شجر او اماكن. بالظبط، فزي ما قلنا من ضمن البنفيتس ان انا بزرع من غير ما اخد سبيس، يعني انا بوفر فعلا يعني بالظبط خضره وزراعه من غير ما. بالظبط وفي كده. كمان دول بتستخدم انها يزرعوا حاجات، يعني حاجات معينه مش بس فلاورز، ممكن يزرعوا حاجات معينه او محاصيل معينه او كده، ممكن تنمو بشكل رأسي، فبيستفيدوا بيها انهم يعملوا كده. يعني بدأت كمان تبقى دي مبادرة تانية، فبالتالي يجيبوا income كمان، يعني مش بس ان هو بيحقق له وفرة في لا هو الطاقة طبعا او في كده. يعني في كمان يعني بيحقق كمان اهداف تانية، يعني what is مادية called urban scent، يعني المدينة الصوت عند حضرتك، نتورك فيها مشكلة. اه طيب سامعيني يا لسه دكتور؟ بيقطع. احنا اخر حاجه سمعناها the urban center. هو دكتور احمد الصوت فصل. مستوى المدينة يعني الصوت بيقطع. دكتورة آية، I think يعني دكتورة آية أنا دلوقتي الصوت بقيت سامعة حضرتك، الصوت كان بيقطع من أول كلمة The Urban Scent، وبعدين دلوقتي حالا رجع. ممكن حضرتك تتكلم تاني وتتأكد دكتورة منه؟ آية لو تحبي حضرتك تعقبي، أو حد من الأوثرز أو من البارتيسيبنتس. طيب الفلور، تحب حد من حضراتكم عنده سؤال أو أو كومنت؟ أسئلة طبعا يعني. طيب أعتقد إن الفلور ما عندوش أسئلة يا دكتور. Would you like to move on؟ طيب شكرا دكتورة، وإن شاء الله بإذن الله يعني نسعد ببرزنتيشنز وبيبرز وبريسيرش ورك تاني مكمل في نفس اللاين دوت، وبالتوفيق إن شاء الله يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك، والبرين ستورم بتاع حضرتك اللي اثروني جدا. شكرا جزيلا لحضرتك والدكتور ايه والمستقبل كل حسن استماع الجميع. والله شكرا جزيلا. شكرا The دكتور. second paper entitled Health Justice the intelligent and environmental design cultural engineering of the Arab Academy for Science Technology Emirates Tram Transport. I'll be presenting this paper, which I prepared with Salma Anwar and Minatullah Hindawi. Paper titled Health Justice, the Entanglement of Quality of Life and Neoliberalism. دكتورة منا موجودة ولا لا؟ دكتورة رنا موجودة يا فندم؟ لا دكتورة منا ما قدرتش تحضر النهاردة معانا، معلش. طيب تمام. Neoliberalism and health justice, quality of life as an entry point to discuss health justice in neoliberal urban context, recommendations and conclusions. First of all, cities are going through rapid urbanization process. دكتورة ايه البرزنتيشن ريكوردد ولا لايف؟ هي دكتور رنا موجوده؟ دكتورة ايه البرزنتيشن ريكوردد ولا لايف؟ سامعني؟ يس اتس ريكوردد، بس دكتور رنا موجوده فور ذا ديسكشن، يعني they prepared انها تسمع. كانوا لان الصوت اصله عالي قوي، ومش يعني مش عارفين، انا مش عارف افولو اب مع
لو ممكن دكتورة رنا نعمل برزنتيشن لايف ولا في مشكلة؟ معلش انا اسفه، لو ممكن نشغل ريكوردد، لانه يعني انا قاعده في مكان انا كنت فاهمه غلط، وكنت فاهمه ان انا واحده كنت فاكره ريكوردد بس، فانا قاعده في مكان مش عارفه اطلع منه، ف هرد بس على الـ على الديسكشن، على الاسئله. انا اسفه جدا. يعني I'd rather prefer يا دكتورة لو نقدر نريد حتى، لأنه إحنا أونلاين وريكوردد مع بعض، فيعني الموضوع يعني would have been better يبقى لو أونلاين، يبقى على الأقل حضرتك تقريها أو يعني تقوليها much better لو عندك الإمكانية لدوت يعني. طيب دكتورة إيه؟ حضرتك طب ترحلها للآخر. لا، هقول لك على حاجة، خليها وخليها ميوت وأنا اللي هتكلم. طيب تمام. طيب تمام. حاضر، دوني دقيقة واحدة. I think technically على الباوربوينت this is not يعني خلاص، we are trying to بنحاول اهو. اوكي، هو لو صوتها عالي قوي ريكوردد ممكن نوطي الصوت وهي ريكوردد. طيب أنا رنا همام، Adjunct Assistant Professor The Arab Academy، بشتغل في الأكاديمية البحرية. أنا أصلا ماجستير وبكالوريوس من الأكاديمية البحرية، ودكتوراه من كلية تخطيط عمراني جامعة القاهرة، ومعايا في البيبر سلمى أنور ومنة الله هنداوي. سلمى Assistant Lecturer، سلمى معانا هنا في الزوم Assistant Lecturer في عين شمس، ومنا لكتشر في عين شمس، واخدة أهلا دكتوراه وسهلا. من تي يو برلين. أنا بتكلم على الهيلث انجاستس والتجمع بتاعه مع الأوربن بلاننج والنيو ليبراليزم. ادخلي على طول على الانترودكشن يا إيه. احنا بنتكلم انه currently several cities are going through several rapid urbanization processes, including establishment of new gated communities, theme parks, new desert areas. But this led to إنه بيحصل social spatial changes, urban poverty, increasing privatization of public spaces and services, especially اللي بيتأثر residents في ال Arab cities. Next, please. Okay. This issue was highlighted by the COVID-19 pandemic. Well, issue that can be addressed as the entanglement of public health and urban planning, and both in the relation to issues of justice, especially in new liberal urban contexts. The COVID-19 pandemic can lead impact, negative impact كتير منه, and less privileged residents can have higher risk of getting the infection عشان ال inadequate و crowded living condition, lack of sanitation, limited access to health care. فده كان بيديهم كمان إحساس ب insecurity as well as social, spatial and health injustice. كان في previous research بيقول إنه ال new liberal urban projects اللي هي private housing projects مثلا بت consider aspects of public health في design وال planning solutions بتاعتها, unlike ال housing projects اللي هي public. فبيحصل considerable difference ما بين ال public health outcomes أو opportunities في ال urban areas across urban areas عامة. ده example كده simple example ما بين الرحاب والعيشة ونوضان ومدينة السادات. Simultaneously دلوقتي ال WHO وال UN concerned جدا بال healthy urbanism وال public health وال SDGs من ضمن ال واحدة منهم كانت الـ Good Health and Well-being. دي حاجة مهمة جدا من الـ Sustainable Development Goals اللي هي addressed بالـ United Nations.
فالارجمنت بتاعتنا ان نيو ليبرال اوربن براكتسز ار لينكد وذ نيجاتيف هيلث اوت كومز اونلي فور ذا فولنربل بوبيليشنز و مارجنالايزد باي ذا ار بيتر فور بريفيليجد بوبيليشنز هانس كواليتي اوف لايف از نيجاتيف افكتد لان هيلث از ا كروشال اسبيكت within the quality of life of cities. ده خلينا نتكلم شوية عن the interrelationship of urban planning, public health and neoliberalism. في middle of 19th century, the disciplines of urban planning and public health arose simultaneously as a response to the industrialization اللي كان يعني as a response برضو result للurban population العالي. Urbanization ده was integrated with industrialization حمل problems لشيلتر وsanitation problems increased واللي كان بتأثر جدا vulnerable and marginalized groups underserved groups كل ده كان بيأثر على quality of life بتاع individual وفي نفس الوقت كان في كمان researches بالناس اللي هم related أو specialized في public health كان بيقولوا إنه the importance of social and physical environment ده مهم جدا للفيزيكال والمنتال هيلث. Parallel to the rise of urbanization كان في نيو ليبراليزم emerged في 1930 aiming at strengthening a market friendly constitution وفكره الفري ماركت وكان الباور والويلث في ايد الناس المالتي ناشونال كوربوريشنز وبيخدموا الناس الاليت وابتدى النيو ليبراليزم ده يظهر كمان في الاربن بلانينج في الناينتيز وابتدت البرايفت سيكتور بتبقى عايزه يعني تعمل كومباوند وتعمل بروجكتس تخلي السيتيز بتاعتها يعني كومبيتيتيف ويذن ذا جلوبال نتورك ابتدى نيو ليبرال اوربن براكتسز تو جرو اكتر اول اوفر ذا وورلد فابتدى يبقى في بروجكتس كتيره في كايرو دبي وسان فرانسيسكو كوريا روتردام في اماكن مختلفه في سيتيز مختلفه في العالم انتشر فكره نيو ليبرال بروجكتس بس ديفرنت انترناشونال ويجن ريسيرش ديسكاس الامباكت بتاع نيو ليبرال اوربن براكتسز دي اوكي وفاوند اوت ذات الفكره بتاعه ان الاوربن براكتسز دي بتاثر على المارجنالايز جروبس أكتر من الناس البريفليج اللي بيستفيدوا وده لأنه الجوفرمنتس بتدريفت الاتنشن بتاعها من إنها توفر أو تشتغل على هيلث كير والإدوكيشن سيرفيسز للبوبيشن عامة وتبقى مركزة في ريجليتنج فاسيليتنج أو بروفايدنج سبسيديز للمالتي ناشونال كوربوريشنز عشان يعملوا بروجكتس دي فده كان بيؤدي لجاب أو وايدر جاب بين ذا ريتش أند بور أند سو هيلث إنجاستس واز ذا ريزلت ده خلينا نتكلم على نيو ليبراليزم والهيلث جاستس الكريتيكال اوربن ثيوري ايمرج ان اوبوزيشن تو نيو ليبرال اوربن براكتسز كان بيكريتيسايز الانيكواليتي انجاستس اند باور ان سيتيز ان ذا سيميلر فين في نفس الوقت ابتدى يبقى في بابليك هيلث كريتيكال بابليك هيلث ثيوري ايمرج از ا ريزلت اوف ذا نيجاتيف امباكت اوف نيو ليبراليزم اون هيلث ده لانه اصلا البابليك هيلث انيشلي كان فوكسنج على biological disease or injuries مع وجود بقى neoliberal urban practices ابتدى public health يركز اكتر على حاجات بعيدة عن proficiency بتاعته بيركز اكتر حاجات ليها علاقة بالhealth determinants وحاجات ليها علاقة بالpoverty والviolence والwar وكده فابتدى عشان كده طلع critical theories للpublic health And with this understanding, ابتدى يبقى في فكرة أو سهل إن إحنا نقول إنه ال health justice can be viewed as a reflection and product of spatial and social justice. وال health injustice here is referring to the health inequity that results from difficulties faced by the vulnerable people to access healthy food, live in proper housing, having sustainable transportation, and so on. Hence, quality of life is negatively affected. This let us
think of quality of life as the entry point to discuss health justice. Quality of life refers to better living conditions. It's an important notion in urban contexts. خلينا نفكر في حاجة اسمها spatial determinant of health related quality of life, which should be considered when talking about justice. بيخلينا نشوف ان في spatial factors ممكن نفكر فيها, دي اللي تخلينا دي تبقى to be considered لما نيجي to think of planning and designing solutions for different neighborhoods أو cities أو كده, إنه يبقى فيه ال resources, the land use, the urban format design, the transportation network, green, blue, and urban public space. ده هيخلي هي promote health, هيخلي يبقى فيه عندنا physical health, mental health, and health equity. ده كان نموذج كان مقترح بالـ UN Habitat و WHO, وده إحنا كنا بنفكر إنه مفروض إنه ده اللي يطبق وإنه يبقى يعني يحصل institutional يعني أو reform policy بتاعة الـ urbanization, إنه زي لازم يلتزموا بالحاجات دي, وكأن ده بيرسبوند للأرجيومنت بتاعتنا. إزاي بقى نطبق ده؟ دي recommendations إحنا كنا يعني فكرنا فيها, إنه land use zoning بحيث إن إحنا يبقى عندنا accessible shopping areas and services within walking distance through appropriate zoning of land use. إن إحنا يبقى عندنا bicycle lanes and pedestrian paths allowing residents to do physical activity. إن إحنا يبقى implement safe green open spaces for better quality intellectual development, encourage positive social interaction, providing nearby public transit services to be used for commuting long distances. كل ده هيخلي يبقى فيه physical and mental health. This article suggests in considering and including these spatial determinants of health in public urban projects would bring them to closer level in new liberal urban projects. فبالتالي aiming for the prevalence of health justice in cities and responding to our argument. The application of this article can be used in reforming policy and institutional frameworks concerning future urban development from the perspective of public health and justice. Future research could be might include analyzing policies that have been implemented by governments in different countries that had affected people's well-being in relation to public health within the urban context. Also, another research could be evaluating through a visualized model using geospatial program as the GIS, the indicators of quality of life in public and private urban projects to investigate the associations between various social demographic factors and people's quality of life and public health. Thank you. طب thank you دكتورة رنا, و thank you الدكاترة والزملاء اللي كانوا مشاركين. طبعا الموضوع يعني of a very very great importance, especially انه احنا كلنا عشنا تجربة صعبة في السنتين ثلاثة اللي فاتوا, و nobody knows اذا كان هيحصل يعني تكرار للتجربة ديت في المستقبل قريب ولا لأ. يعني لكن يعني I think that this research paper or research article is one of the important articles. بس برضو أنا دايما ببقى مشغول بفكرة اللوكال application. هل دكتورة رنا والزملاء أو زميلات العزيزات هل فكرتوا في أي local case studies أو applications؟ إحنا يعني بنشتغل على papers تانية يعني تخلينا ندخل بقى ان احنا نعمل كيس ستاديز لوكال, نحاول نطبق ده او تأساس ده موجود ازاي اكتر. يعني شغالين على فيوتشر ريسيرش في الاتجاه ده. طيب انا ليه دايما بقول لوكال؟ يعني حتى اكيد التندنس كلهم او الاوثرز الموجودين حضرتك عندك حق, اه هيلاقوا ان دايما انا بقول ده ليه. الحقيقه انا بقول ده بحكم حاجتين, يعني نمره واحد خبرتي طبعا في الريسيرش السابقه, دايما بنقول ان اللوكال ابلكيشنز مهمه علشان اقدر استفيد من الريسيرش وورك بتاعي دوت. والحاجه الثانيه يمكن بحكم وظيفتي دلوقتي ان انا يعني وكيل الكليه للدراسات العليا, فانا طول النهار سواء على مستوى الجامعه او على مستوى المجلس الاعلى للجامعات او على مستوى بعض المؤسسات في الدوله
طول النهار بيبعتوا لنا يقولوا لنا احنا عايزين بيبرز في المجال، او مش بيبر، عايزين ريسيرش حصل وتم في المجال الفلاني. ومن ضمن الحاجات ديت طبعا زي ما حضراتكم اكيد متابعين وعارفين موضوع الجلوبال وورمينج والكوب 27، ففجأة اكتشفنا انه احنا عندنا باحثين عملوا بيبرز ودكاترة واساتذة وناس عملوا بيبر وورك، عملوا ريسيرش وورك هايل، ولكن لقينا في جاب في موضوع اللوكال ابليكيشنز او اللوكال كيس ستاديز. فيعني فعلا ات وود بي بالذات في الفتره اللي جايه ديت، لانه موضوع الجلوبال وورمنج لو هنشتغل عليه في مصر فهنبقى محتاجين اكتر ان احنا وات ايفر ذا ريسيرش ذات وي ار ديفلوبينج او ثينكينج اباوت وي شود ثينك وايسلي انه وات اباوت ذا لوكال ابليكيشن اوف ذيس ريسيرش. والا هبقى انا بعمل حاجه اما اجي احطها على ارض الواقع هلاقي انها I am still far away. ف my recommendation سواء للبرزنتيشن للريسيرش دوت او الريسيرش اللي قبليه، please think always and wisely of the local application of the research. The local application whether by studying a case study positive negative حلوه وحشه فشلت نجحت، لكن at the end of the day it will put us on the right ground أو on the right direction if I can say يعني. ف I know that طبعا مش كل الناس بتفكر that way، ولكن مهم قوي ان احنا نبقى بنفكر نستفيد من الريسيرش بتاعنا ده في ايه. I understand quite well طبعا ان في ناس هتستفيد من الريسيرش دوت في ترقيات او في حصول على درجة علمية ماجستير ودكتوراه، لكن يعني I hope ان شاء الله ان احنا to widen our scope and to think globally and act locally إن شاء الله in the coming few steps. Thank you دكتورة وall the best إن شاء الله. شكرا جدا دكتور أحمد، حضرتك عندك حق وده فعلا شغالين عليه في الفترة الجاية إن شاء الله. Good luck إن شاء الله دكتورة آية with the rest of the attendees. If you want to make any questions or ask any or make any comments you are most welcomed. دكتور آية can you raise your voice a bit بس ممكن نعلي صوتنا سنة؟ حاضر. أنا أول مرة حد يقولي كده، دي حاجة ممتازة. طيب أنا مش زود كتير، بس طبعا فكرة اللوكاليتي مهمة جدا، لأن الحقيقة يعني إن حتى في الشغل اللي على أرض الواقع إحنا دايما بنلاقي إن عارفين زي ما بيقولوا كده محدش بيشتغل الشغلانة اللي مكتوبة له، يعني احنا حتى شغلانتنا ما بنشتغلش توسطنا، بنشتغل كلنا مدرس فرنسي حد بيجي مدرس فرنسي. فعاده بندور فعلا على ابلكيشنز تكون يعني ساينتفك بيست، يعني فكره فصل الاكاديميا عن اللي بيحصل في الحقيقه والاحتياج الحقيقي دي بتكون يعني مش بتخلي العلم يعيش قوي، بما ان كل اللي موجودين هنا مهتمين بالعلم زي ما الدكتور احمد يقول. انا مش مع قوي فكره ان احنا بس نبقى بنترقى. شكرا جدا للمجهود المبذول، وطبعا زي ما حضرتك دايما بتعلمنا يعني one thing per time، فان شاء الله اللي بحثي يكلل بالنجاح ويكمل. كده الصوت احسن. الفلور حد من حضراتكم عنده اسئله؟ طيب هننتقل للبحث نمبر 4، وهو هيعرضه لنا المهندس مصطفى أحمد ياسر، وهو بحث بعنوان Benefits and Challenges of Integrating IoT, VR and AR to Enhance Decision Making in BIM Based FM غالباً دي framework FM Processes, Literature and Case Based Analysis. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد عمر ومعايا المهندس أحمد ياسر. حضرتك قلت مصطفى أحمد ياسر، هو أنا أحمد عمر مصطفى ومعايا أحمد ياسر. طيب أنا بعتذر جدا. لا دكتور. دكتور أحمد إحنا حضرتك بس ما كنتش موجود في أول جلسة، فهو قال يعني أنا كان عندي الحقيقة سيشن، كان عندي سيشن في جلسة تانية مع الدكتور أحمد. لا ما فيش أي حاجة، أهلا وسهلا. أنا بعتذر جدا. لا يبقى معنا سيد دكتور أحمد عمر مصطفى والمهندس أحمد ياسر، وهيعرضوا لنا البحث بإذن الله. تمام. البحث زي ما حضرتك الدكتورة تفضلت
يتناول الـ benefits and challenges of integrating the Internet of Things. دكتور أحمد، بس لو ممكن حضرتك تدلنا بريفنج عن وظيفة حضرتك وشغل حضرتك نكون شاكرين. تمام يا دكتور. الدكتور أحمد عمر أستاذ مشارك في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا. المهندس أحمد ياسر طالب ماجستير على وشك إنهاء الرسالة بتاعته في جامعة الملك سعود، واخد نفس المجال بتاع الفاسيليتي مانجمنت. اهلا وسهلا. البيبر اللي بنتكلم فيها بتتكلم على استخدام الحقيقه احنا مدينين اربع اوراق في المؤتمر كلها بتتكلم على التقنيات الحديثه ودورها في تحسين الاداء، سواء اداء التصميم او اداء التنفيذ او اداء اداره المنشات. هذا البحث يتناول اداره المنشات باختصار ثلاث تقنيات من تقنيات الثوره الصناعيه الرابعه، اللي هي الانترنت اوف ثينكس، الفيرتشوال رياليتي اند اوجمنتد رياليتي. ازاي بتدمج نقدر ندمجها مع الديم بيس فاسيليتي مانجمنت بروسيس عشان نحسن اداء اتخاذ القرارات خلال مرحله التصميم. هم دول الاربعه بيبرز ولا دي واحده منهم يا دكتور؟ لا لا، دي واحده منهم فقط. واحده فقط. طيب تمام. انا عشان كده اتاخرت، كان في تو بيبرز، معلش، في سيشن اخرى يعني. طيب تمام. مع السبريد يوزنج البيلدينج انفورميشن موديلنج ديزاين اند كونستراكشن، مور انفورميشن از ادد تو اتس مود تو بي انفستد ان ذا سيفنث دايمنشن. سيفنث دايمنشن البيلدينج انفورميشن موديلنج كان بدا ب2 دي ثم 3 دي 4 دي لما دخل التايم، وبقى فيه عمل الجداول، ربط الجداول الزمنيه بالتنفيذ، ثم ال5 دي مع الكوست، وبعدين ال6 دي سستينابيلتي، 7 دي اللي هي الفاسيليتي مانجمنت، ودلوقتي بيقولوا في الديجيتال سستينابيلتي اللي هي الايث دايمنشن. كل هذا التطور الحقيقه مع التعقيد اللي حاصل في المباني الجديده دلوقتي، المباني الكبيره الحقيقه، ظهر اهميه استخدام هذه التقنيات في تحسين اداء والاتخاذ القرارات، وظهر اهميتها على السطح. المشكله بتيجي من انه مع انتشار هذه التقنيات ومع اثباتها ان ليها امكانيات عاليه جدا في دعم اتخاذ القرار وتحسين الاداء، الا ان الامكانيات الفعليه او الاستخدام لم يظهر بعد الى السطح. عشان كده البحث بيجي عشان نستكشف فوائد هذه التقنيات في البيم بيس فاسيليتي مانجمنت بروسيس، ونحاول نوصل لاطار مبدئي لاستخدامه في هذه العمليه. بيعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وبيجي عشان يأكد أهمية هذه التقنيات ودورها في دعم فريق إدارة المنشآت في اتخاذ القرارات بسرعة وفي وقت محدد، وفي نفس الوقت بيوفروا الطاقة ويحسنوا أداء تشغيل المبنى. الثلاث تقنيات اللي قلنا لهم، ده أول تقنية اللي هي الانترنت اوف ثينكس. هذه التقنية الحقيقة كانت شرارة البدء ل تقنية مهمة جدا اسمها ديجيتال توينز، وهي التقنية اللي بنعمل بيها نسخة ديجيتال تماما من المبنى الأصلي. هذه النسخة، المبنى الأصلي بيكون فيه معدات وتقنيات، بيتحط سنسورز وبيتحط حاجات بتنقل كل ما يحدث في المبنى إلى التوين بتاعه، وبالتالي تقدر تراقب المبنى و to visualize everything in the building، وتساعدك في اتخاذ القرار، توفر الطاقة، وعلى مدار دورة حياة المبنى بالكامل. احنا كل تقنية الحقيقة حاولنا ندعم احد اتجاهاتها بمثال فعلي تم اخذه في الدراسات. هذا المثال كان في الريسيرش لابوراتوري ان كياوتونغ ناشونال يونيفرسيتي في تايوان، وكان عبارة عن معمل وحطوا فيه سنسورز بوظائف مختلفة، وظائف للكومفورت، وظائف للانرجي سيفنج، وظائف للويل بينج، وهدفت اساسا الى عمل فيجواليزيشن للقيم اللي هي الرقميه اللي اغلب الفاسيلتي مانجر هي بتحتاج مهندسين متخصصين يفهموها. حولت هذه القيم الى من منحنيات الى صوره بصريه يقدر بها مباشره يعرف الفراغ بيأدي ازاي، وعملوا فيها سيناريوهات الحقيقه. مره يفتحوا الشباك ويشوفوا التأثير إيه، وهيدي السنسور يبين إن في شباك مفتوح، في طاقة مفقودة. لو ما فيش حد في المعمل يبتدي السنسور بتاع اللي هو الأوكيوبانسي سنسور يدي فترة محددة، وبعدين يبتدي يعمل سلو داون
للتكييف وهكذا. الحقيقة هذه التقنية أدت أو أثبتت التجربة دورها الكبير في توفير الطاقة وفي اتخاذ القرار وفي بعض الحالات في تنبيه المستخدمين أما فتحوا الشباك إدى السنسور إن في شباك مفتوح، وبالتالي عن طريق إشارات صوتية يقدر ينبه المستخدم إذا كان في مستخدمين في الفراغ أو الناس بتوع الصانع يقدروا يقفلوا الشباك المفتوح. في بعض الناس ساعات في أدائها في الشغل يفتح الشباك ويسيبه يمشي. فالتقنيات دي الحاجة السنسور دي الحقيقة مع ارتباطها بديجيتال توين بتدي انديكيشنز لمثل هذه الأحداث. التقنية الثانية تقنية الفيرشوال رياليتي، وهي تقنية الحقيقة كمبيوتر جنريتد انفايرمنت في البعد الثالث، تقدر نأكسس عليها من أي مكان من أي بلاتفورم، وليها حقيقة مميزات عديدة. من أهم مميزاتها اللي شفناها في الدراسات إن بقى فيه فول داتا بيج مانجمنت للمبنى نفسه، وعملية الفيجواليزيشن بتدي إمكانيات كبيرة قوي لدراسة الكيسز المختلفة اللي ممكن تحصل في المبنى ومناقشتها، وحتى استخدامها في التدريب، تدريب القائمين على أعمال الصيانة أو القائمين على إدارة المبنى بصورة كبيرة. وده الحقيقة ظهر في مثال في البوينت جراي كامبس ات يونيفرسيتي اوف بريتش كولومبيا في فانكوفر كندا، غرفة معدات وحطوا فيها أحد المعدات مزنوقة شوية في الحيطة، وجابوا فريق عمل طبعا موديل فيرتشوال رياليتي، وجابوا فريق من 16 بروفيشنال أسموه قسمين، كل قسم أسموه اثنين، خلوا الأقسام دي تبتدي قسم منهم يستخدم الرسومات التراديشنال في تقدير المسافة المطلوبة لإجراء الصيانة لهذا الخزان، والقسم الثاني باستخدام الفيرتشوال رياليتي. والحقيقة وجدوا إن اللي بيستخدموا الفيرتشوال رياليتي زي ما بباين أدت إلى تحسين تحديد المسافة المطلوبة للصيانة بصورة أكثر دقة. في بعض الحالات المهنيين اللي استخدموا الرسومات الفعلية اعتمدوا بصورة كبيرة وفقا لإفاداتهم، يعني اعتمدوا بصورة كبيرة على خبراتهم، فلو في واحد ما عندوش الخبرة الكافية يمكن ما كانش يقدر يحدد المسافة الكافية. فدي كانت أحد الفوائد اللي ممكن يحصل عليها الفاسيليتي مانجر من استخدام الفيرشوال رياليتي كأحد الأمثلة. التقنية الثالثة كانت تقنية الأوجمنتد رياليتي، ودي الحقيقة بتخلق بيئة معززة بين الفيرشوال وبين الفعلي، فدمجهم مع بعض مع الفاسيليتي مانجمنت بيؤدي الفوائد الحقيقة أكتر كمان في البروسيس بتاعت الفاسيليتي مانجمنت. بقى في كوردينيتد تيم ورك لأنك تقدر تشوف المبنى الحقيقي مع حاجات افتراضية محطوطة عليه. intelligent fault diagnosis لأنه بيديك إشارات بالجوجز لو لبستها أو على الموبايل أو التاب لو مسكته، يبتدي يديك إشارات على الشاشة بالخطأ فين بالضبط من واقع السنسورز اللي موجودة على هذه الأجهزة. البيلدينج بيرفورمانس مونيتورينج برضو بيطلع لك شاشات فيها أداء المعدات وأداء الماكينات على الشاشة، وبالتالي تقدر تتابع أداء المبنى، تقدر ترى فيجواليز الاوبريشن جايدنس، يديك تعليمات مختلفة عن الأجهزة، يعني يقول لك الجهاز ده محتاج صيانة بعد 3 أيام، ده عشان تعمل صيانة تفتح الباب اليمين وهكذا. يقدر كل المانيفاكتشرال جايدنس تقدر تتحط على السيستم وتطلع على الشاشة للي بيشوف هذا الواقع المعزز، إلى جانب ان هو طبعا بيديك سيتويشن اويرنس، يقول لك ان الجزء ده خلي بالك حار ما تقربش منه، ده فيه كهرباء، ده هاي فولتج، يقدر يديك الكلام ده على الشاشه، فبالتالي بيزود نسبه السلامه اللي هي دايما بتبقى خط احمر في كل العمليات سواء التنفيذ او الاداره. الى جانب ان هو بيقدر يديك مانوفرنج نافيجيشن للطريق، لو انت رايح لمعده معينه تقول له عاوز اروح ليها من مكان، يبتدي يديك الاتجاه اللي انت تمشي فيه في سواء غرفه دور الميكانيكال فلور مثلا او في المكان اللي انت رايحه. الحاله الدراسيه اللي خدناها لهذا الموضوع هي غرفه ام ار اي في استراليا، عملوا موديل ليها تماما وحطوا كل البايبس بنوها، وبالتالي كان في 3 أهداف من هذه الحالة الدراسية. الهدف الأول
او السيناريو الاول انها تساعد في الفاسيليتي مانجمنت في تحديد اماكن الهيدن بايبس، وده الحقيقه نجح بصوره كبيره لان ما بيوجه التاب بتاعه على الحائط يظهر له مباشره اماكن الهيدن بايبس اللي هو عاوز يكشف عليها او يعمل عليها صيانه محدده، بحيث ان ما يخربش في الحيطه او ما يفتحش في اماكن ما تكونش هي المطلوبه. السيناريو الثاني هو دعم الفاسيليتي مانجر في اداء العمل، وهي زي ما قلنا ان بيطلع له المانيوال على الشاشه، يعني يديك المانيوال بتاع الحاجه اللي انت عاوز تعملها على الشاشه، وبالتالي نجحت برضه دي في دعم المشغل او الفاسيليتي مانجمنت تيم. الحاجه الثالثه هي مراجعه مواقع المعدات في مكانها الطبيعي، ادانا الموديل في البيم وقدر يخش في المكان الفعلي ويتاكد ان المعده المكان بتاعها مناسب والجوار المناسب ليها عشان عمل الصيانه برضو مناسب. دي الحاله الدراسيه الثالثه. بعد ما درسنا الحالات دي الحقيقه شفنا ما هي التحديات اللي بتواجهها هذه التقنيات في التطبيق الفعلي. ففي تحديات مرتبطه بالتكلفه، تحديات مرتبطه بالجوانب التقنيه، تحديات مرتبطه بالمستخدم نفسه، وتحديات مرتبطه بالمعلومات. التحديات المرتبطة بالتكلفة الحقيقة كلها ترتبط بارتفاع التكلفة، عشان كده هذه التقنيات يمكن تستخدم في المباني المهمة وذات الطابع الخاص في الوقت الحالي، لكن الكيرف بتاع تكلفة التكنولوجيا دي الحقيقة دايما بينزل على مدار الزمن. التحديات المرتبطة التقنية هي موضوع الكومباتيبلتي والانتر اوبيرابيلتي. الكومباتيبلتي يعني لما اجي استخدم اكثر من سيستم، وده الحقيقة الغالب في الفاسيليتي مانجمنت، بتستخدم معدات تكييف من كارير، معدات تكييف من اكس من واي، بتستخدم طولمبات من شركه ثانيه، بتستخدم مضخات حريق في شركه ثالثه، بتستخدم اجهزه كهربائيه من سيمنز، كلها دي ديفايسز مختلفه ازاي تربطها على بلاتفورم واحد. فدي الكومباتيبلتي المطلوبه، دي تحدي، لكن الحقيقه كتير من الشركات قدر يتخطى الكلام ده و تبقى الاجهزه كومباتيبل مع بعض في جهه واحده. الانتروبيرابيلتي ان اقدر اقرا الملفات بتاعه السيستمز دي اقراها من مكان واحد برضه، تيجي لي انت يعني ميديوم فايل فورمات يقدر ينقل لي الكلام ده عشان اقدر اطلع ريبورتس وبالسيستم كله. التحدي ده مهم الحقيقه، ولكن الحقيقه في جهود كبيره جدا في تخطيه. التحدي المرتبط بالمستخدم هي الحقيقه قله المعرفه وقلة الخبرة وقلة التدريب، ودي الحقيقة نقدر نتخطها دايما بتخصيص جزء من ميزانيات الصيانة أو إدارة المنشآت لهذا الجزء. التحديات المرتبطة بالمعلومات هي تحديات عامة لكل مستخدم التقنية، وهي الحقيقة دايما تؤثر في الأداء. قلة المعلومات ترتبط ببناء الموديل نفسه، لو الموديل مش مبني صح مش هقدر أطلع منه بيانات صح، وبالتالي الموديل نفسه لازم يتبني صح. موضوع البيج داتا ان عندي سيستمز كتيره جدا واقدر بتخش لي على سيستم واحد، فبتطلع لي مشكله البيج داتا. والحقيقه عدد الاتجاهات البيج داتا اناليتكس من البومينج ترينز في التكنولوجي دلوقتي، وبيحاولوا يدمجوها مع البيلدينج انفورميشن موديلنج. التحدي برضه مرتبط بالحاجه الدائمه الى تحديث المعلومات، لو حصل تحديث لجهاز لازم تحدث المعلومات بتاعته، حصل تحديث لمكان معده لازم برضه التحديث. والجزء الاخير هو الديفرنت نيمينج كونفنشن اللي بيبني الكلام ده الحقيقه، سواء مقاول لما بيجي يعمل الشوب دروينج او الاس بيلت دروينج لازم يكون في جايد لاينز للنيمينج كونفنشن في المخططات، عشان لما اجي ادمج المخططات دي على بلاتفورم واحد نقدر نستخدمها بصوره صحيحه. وبالتالي ده بيدينا ان احنا محتاجين يكون في جايد لاينز لتطبيق البيم في الاماكن المختلفه. وصلنا من كده الى الفريم المقترح او الاطار العمل الاولي المقترح. هو الحقيقه تكون من اربع مستويات. اول مستوى دايما هو بيكون لازم التخطيط الجيد. التخطيط الجيد لأي مشروع يبدأ دايما بالفيزيبيليتي ستادي، الكوست ريليتد بلانز، لأن ده أحد التحديات، فلازم يعمل تقدير جيد ويتم التنسيق لكل ذوي العلاقة بالمشروع، يتم اعتماد الميزانية، وبالتالي
تبدأ الخطة الثانية وهي التكنيكال ريليتد بلانز، ايه الأجهزة اللي هستخدم، ايه التطبيقات اللي هتستخدم، لو هستخدم تطبيقات من الثلاثة دول ممكن يستخدم احدها او كلها. ثم بعد ذلك تيجي الهيومن ريليتد بلانز، ودي بتيجي باختيار المستخدمين ان يكون كواليفايد، وتدريب اللي تم اختيارهم لاستخدام الجيد للأجهزة. الخطة الرابعة دي بتكون على لازم تدعم الثلاث المستويات اللي بعد كده، وهي Data Related Plans. دي لازم ازاي هنتعامل مع الداتا، ازاي هنستلمها من المقاولين، احنا كفاسيليتي مانجر ازاي نستلمها من المقاولين نتأكد انها سليمة، ازاي هنعمل عليها بروسيسنج، وازاي هنحافظ على امن المعلومات، ودي مشكلة كبيرة جدا في كل مستخدمي البيانات الرقمية. ده المستوى الاولاني. المستوى الثاني هو والثالث والرابع هو الحقيقة اختياري في هذا الإطار، ممكن تستخدم أي واحد فيهم في تحسين البين بيس فاسيليتي مانجمنت، سواء الانترنت اوف ثينكس عشان تستخدم الديجيتال توينز بالفوائد بتاعته، أو تستخدم الفيرتشوال رياليتي وفي موضوع الاميرسيف انفايرمنت، أو تستخدم الاوجمنتد رياليتي في موضوع الاوجمنتد انفايرمنت وتحصل على الفوائد بتاعتها، عشان في الآخر يتم تحسين أداء العملية إدارة المنشأة المعتمدة على البيلدينج انفورميشن موديلينج. من ده الحقيقة وصلنا إلى الفيوتشر ريسيرش، هي الريكومنديشن بتاعتنا ليه علاقة دائما الفيوتشر ريسيرش، إن يكون في الحقيقة كولابوريتيف داتا اكسشينج سيستم، لأن دي مشكلة رئيسية في مثل هذه الأنظمة. زي ما قلنا حتة سيستمز كتيرة، ديفايسز كتيرة، ابلكيشنز كتيره، ازاي كل ده هيبقى بلاتفورم واحد يتعامل فيه؟ فده الحقيقه محتاج ريسيرش اكتر. نمره 2 استخدام الارتفيشال انتليجنت تكنولوجيز تو اوفركم ديفرنت تايبس اوف تشالنجز فيزيكال بيم بيس فاسيليتي مانجمنت بروسيس، ودي زي ما شفنا الفوائد بتاعتها ممكن تساعد في كده بكتير. نمره 3 انفست سيف فيرتشوال تريننج انفايرمنت تو ويل كواليفايد تكنولوجي يوزرز of the facility management team، ودي الحقيقة booming دلوقتي حتى في مجال الكونستراكشن. بدل ما كانوا بيدربوا العمالة في أماكن ممكن يحصل فيها خطورة، بيدربوهم في موضوع الـ virtual environment أو الـ augmented virtual environment. بكده أكون أنهيت العرض بتاعي، وأحب أشكر المهندس أحمد العقيلي، هو الحقيقة اللي قام بجهد كبير جدا في تجميع المعلومات الخاصة بالتقنيات الحديثة كلها، وعملنا الحقيقة خريطة كبيرة عشان نختار هذه التقنيات الثلاثة، ونستعرض لحضراتكم ما رأيتمون فوائد وتحديات وإزاي وصلنا للإطار بتاعنا. شكرا جزيلا لسعادتكم، وشكرا للمهندس أحمد ياسر العقيلي. شكرا دكتور احمد والمهندس احمد، والحقيقة يعني البيبر دي ثرية جدا، وفيها كم من المعلومات اللي يعني تتفكلها في 3 4 بيبرز يعني من وجهة نظري. فشكرا على المجهود الكبير وعلى التحليل العميق للموضوع، والحقيقة يعني هو موضوع مهم جدا جدا جدا، انه دايما ما بعد التصميم وما بعد التنفيذ هنعمل ايه، والمبنى هيوبريت ازاي، والمينتنس بتاعت البيلدينج، والمانجمنت اوف ذا فاسيليتيز اوف ذا بيلدينج. يعني الحقيقه الموضوع ده مهم جدا جدا، لانه نسبه كبيره من المباني للاسف في بلادنا بعد ما بتتصرف عليها ملايين ودلوقتي كمان مليارات، الا ان المشاكل اللي بتواجهها بتتطلب يعني تكاليف يعني كبيره جدا جدا كان ممكن تلافيها في ظل الأنظمة المتقدمة، سواء بقى زي ما حضرتك ذكرت كده applying البيم والاي او تي والاذر اسبكتس بتاعت السمارتنس. فالحقيقة الموضوع بتاع البيبر أو بتاع البحث موضوع هام جدا. يمكن بس تعليق يا دكتور أحمد والمهندس أحمد لو سمحتوا لي طبعا، ولو اتسع صدركم، أنه المشكلة الأساسية في هذا المجال هو الفريندلي يوزر انترفيس، بمعنى انه احنا بنبذل مجهودات كبيره جدا في الريسيرش، وبنبذل مجهودات كبيره في الموضوعات المتعلقه بالمبنى، لكن يتبقى الى انه ما مدى امكانيه سهوله التطبيق لهذه الفكره الصعبه
العميقة المعقدة التفاصيل. وده الحقيقة سؤال دايما بيبقى مطروح. سهولة التنفيذ بتتعلق طبعا مفهوم الجوانب التقنية لأي حاجة أو أي بروسس زي كده، لكن سهولة التنفيذ المعني بها إنه إزاي يخلي الموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا عنه في البيبر ديت مشجع لأي واحد بيعمل مبنى، وهل الموضوع متعلق بنوعية معينة من المباني. يمكن الكيس ستاديز اللي حضرتك ذكرتها في البرزنتيشن لمباني متخصصة، لكن هل الموضوع ده يقدر يبقى أبليكابل على نوعيات أخرى من المباني، ممكن تصل حتى إلى المباني السكنية؟ يمكن المباني السكنية ليست بهذا التعقيد اللي في المباني العامة والمباني التجارية والمباني الصحية والتعليمية، لكن زي ما دايما بنقول إن الموضوع بيتحول من إنه حاجة optional إلى culture موجودة لأنها ليها علاقة بنواحي متعددة في life cycle of the building. فهل عند حضرتك يعني إجابة على موضوع الـ user friendliness دي؟ شكرا جزيلا يا دكتور أحمد. الحقيقة النقطة دي مهمة جدا، موضوع الفريند يوزر انترفيس، ودي الحقيقة ليها علاقة بالمطورين. وأنا أشكر حضرتك لأن أنا هضيف النقطة دي في التوصيات بتاعتنا. إن على المطورين، هي الحقيقة مش دورنا كمعماريين نقدر نعمل دي، لكن المطورين بيشتغلوا معانا. أنت بتقول لي عاوز كذا كذا يعني. أيوة بالظبط. ليه عدت مننا النقطة دي الحقيقة؟ لأن وجدنا الأوجمنتد رياليتي، إن على الأقل الكيسز اللي شفناها إن بيطلع لك على الشاشة كل حاجة. لكن فعلا ازاي تثبت الكلام ده؟ حضرتك قلت نقطه تانية مهمه، موضوع الابلكيشن، بتطبق السيستم ده ازاي عندك في المبنى. ده برضو محتاج الحقيقه ناس، عشان كده قلنا في lack of experience، محتاجين مقاولين في موضوع الاي تي ذوي خبره في تنفيذ هذه التقنيات في المباني بتاعتنا. النقطه الثالثه ان الكيسز اللي خدناها ذات طبيعه خاصه. احنا خدنا الحقيقه ثلاث انواع. اما اخترنا الكيسز، اخترنا حاجه ليها علاقه بالهيلث كير، حاجه ليها علاقه باللابوراتوري، حاجه ليها علاقه بغرفه ميكانيكا عاديه خالص. تمام. احنا نوعنا في الكيسز بتاعتنا على اساس نبين ان ممكن يطبق في اي مكان. لكن في بدايه كلامي قلت نتيجه ارتفاع اسعار، او في التحديات اللي شفناها نتيجه ارتفاع اسعار هذه التقنيات، فقد تكون مطبقة على نوعيات خاصة من المباني المهمة اللي هي فعلا السيستمز مدفوع فيها مبالغ طائلة، وان الصيانة بتاعتها في اللايف سايكل بتاعتها هتوفر على المدى البعيد، على الأقل في الوقت الحالي. تمام. في مجال السكن يا دكتور مطبقة حاجات منها في موضوع السمارت هومز، بس حاجات جزئية اللي هي حتة السنسورز، حتى مثلا في الهوسبيتاليتي بيلدينجز كل الفنادق دلوقتي موجود فيها لوكيبانسي سنسور، اللي لو ما فيش حد في الـ في الـ في الجست يعني موجود في الغرفه، بعد اعتقد بيسيبه فتره نص ساعه بيروح التكييف يطفي. طيب ماذا لو الناس نايمه؟ بيبقى فيه هيت سنسور، الشخص اللي نايم بيبقى ليه درجه حراره معينه، بالهيت ده بيقيس لو حد نايم يسيب التكييف هو حسب ما يظبطه. اما لو ما فيش تغيير في الحراره او الحركه او كده، فبيروح طافي التكييف، لان هي التكييف الحقيقه بيبقى هو المؤثر بصوره كبيره جدا في تكلفه التشغيل. طبعا طبعا. نعم. عشان يضاف كده يضاف طبعا ليها حاجات تانية، السكيورتي سيستمز بقى، يعني ايفن حتى الباركينج او المالتي الجراجات متعدده الطوابق دلوقتي بدات يتطبق فيها السمارت سيستمز الفيري فيري سيمبل ديت، عشان الاوكيوبنسي بتاعتها، عدد العربيات، الاماكن بتاعت الانتظار موجوده فين، النسبه بتاعت التلوث وعدم العربيه قد ايه، الاماكن اللي فيها الكتريكال تشارجرز في تشارجرز فين. يعني بقى الموضوع طبعا عشان كده انا دايما بقول ايه، ان انتشار الفكره بيؤدي الى تحولها من انها فكره الى شبه ثقافه. لكن انتشار الفكره بيعتمد في الاول وفي الاخر على مدى سهوله التعامل معاها. يمكن حضرتك اكيد طبعا عارف انه لو هتكلم عن الكيس المصريه، ما زالت المكاتب المصريه وما زالت المكاتب الاستشاريه والمعماريه في مصر فكره اليوز اوف بي اي ام او الريفت مثلا كاشهر التطبيقات، ما زالت فكره فيها جانب من الرفاهية أكتر منها احتياج حقيقي إن إحنا نبني information modeling للبيلدينج نفسه.
فما بال حضرتك بقى بالكومبليكيتد سيستمز اللي حضرتك بتتكلم عنها، ان انا احط لاير والثانيه والثالثه من السمارت سيستمز او الاي او تي او الاي ار او الفي ار. فعشان كده انا يمكن بقول لحضرتك ان واحده من التحديات الكبرى اللي بتواجه الموضوع دوت ازاي انه يتحول الى سيمبلي يوزد. انا عارف ان الابلكيشن بتاعته مش سهله ومعقده جدا جدا وبتتطلب خبرات وبتتطلب امكانيات عاليه جدا حتى كمان من فريق العمل اللي بيشتغل، لكن ان انا اقدم الفكره ديت بشكل يعني يبدو للناس انه سهل، دي تحدي كبير. لو حضرتك حتى تلاحظ دلوقتي انه معظم المحلات اللي بتبيع تكنولوجي بتبيع كمبيوترز ولابتوبس وكاميرات وحاجه زي كده، بدات تحط كده على جنب شويه سمارت ابلكيشنز يقدر اي حد ياخدها في بيته ويركبها بدون توصيلات وبدون تعقيدات وكلها معتمده على الواي فاي. ليه؟ عشان يشجع الفكره بتاعه السمارت سوليوشنز او السمارت ابلكيشنز دي. يمكن الكلام ده من 5-6 سنين ما كانش موجود، وكان بيتطلب سيت اب وحاجات وايرد وحاجات تانية تحتاج انفراستراكشر معينه. دلوقتي بقى يقول لا، انت تقدر تحول البيت بتاعك او الشركه او المكتب بتاعك الى سمارت هوم in very very few steps، ويمكن بتكلفة عشر اللي كانت موجودة قبل كده. نعم، جزاك الله خير يا دكتور. شكرا دكتور أحمد. شكرا دكتورة جزيلا. آية والزملاء لو في أي حد يحب يسأل سؤال أو يعقب على البرزنتيشن بتاعت الدكتور أحمد والمهندس أحمد، أهلا وسهلا بيهم. مرسي جدا يا دكتور أحمد، وطبعا الموضوع يعني فوق الشيق والاند نولج زي ما بيقولوا. انا عندي سؤال في التشالنجز. ممكن نعلي الصوت بس شويه دكتوره ايه، لان الصوت عندك فيه وقت. انا كنت بس الاول شكرت حضرتك وبروفيسور دكتور احمد ويعني على البحث الشيق جدا طبعا بالنسبه لي، ويعني اتس كايند اوف اند اوف نولج زي ما حضرتك كلكم عارفين. عندي سؤال بقى في التشالنجز يعني ليه علاقه بالبيج داتا. حضرتك قلت ان احنا دايما عندنا مشكله في البيج داتا. احنا كان عندنا مشروع لاربن لاب، وكان حتى بشراكه بين وزاره الاتصالات ووزاره الاسكان، وكان الرئيس موافق عليه والموافقه الامنيه وقفت علشان مشكله البيج داتا. فكنت بسال لو حضرتك عندك اي فكره للتغاني، بما اننا او يعني بفتح السؤال النقاش، هل احنا عندنا اي فكره للتغلب على مشكله البيج داتا؟ يعني مثلا اشتغلت قبل كده في الصين، واستغربت جدا من ان مثلا بيج داتا يعني الداتا افيليبيليتي هايله، فبالتالي نقدر. وحضرتك كنت حاطط كيس ستدي من تايوان، فيعني في اماكن كده بيبقى البيج داتا فيها مش ايشو فخلاص، بس احنا هيفضل عندنا مشكله في بيج داتا. اذا كنا بنتكلم هنا على مستوى بيلدينجز، فكمان بقى ده احنا عندنا مشكله في السكيورتي سيستم بتاع ان لا مش هينفع نتعامل مع فكره البيج داتا. فطبعا انا سؤال لحضراتكم الاثنين، ولو اي حد من الفلور يقدر يجاوب عليه، لان هو سؤال حقيقي. هل البيج داتا الحقيقه البيج داتا دكتور، اولا اشكر حضرتك على التقديم. والنقطه الحقيقه البيج داتا اتسيبريت فيلد دلوقتي، يعني مجال مستقل تماما ومجال متشعب الحقيقه الاكثر من شيء. وزي ما قلت في حاجتين اساسيتين فيه. الحاجه الاولى موضوع هاو تو هاندل البيج داتا. عندك حجم كبير من المعلومات، محتاجه جهاز وبروسيس كبير، وعشان كده ده بيوجهنا للكوانتم كومبيوتينج وللكلاود كومبيوتينج، الحاجتين مع بعض. طيب اما بروح للكلاود كومبيوتينج، معناها ان انا باجر جهاز من جهه بتقدم لي الخدمه دي، تيجي مشكله السكيورتي. فبنشوف بنأجر منين والسكيورتي، طبعا بيبقى في عقد معاهم، السكيورتي اللي بيقدموه ايه عشان ما حدش يخش على المبنى بتاعي او المؤسسه، لو ده مؤسسه امنيه او شيء، ده بيبقى مشكله خطيره. في بعض الحالات بيعملوا هم كلاود كومبيوتينج سنتر في المبنى نفسه عشان يبقى هم يقدروا يوصلوا للبلاتفورم بتاعهم بالسكيورتي ميجرز بتاعتهم، ما ياخدوش كلاود كومبيوتينج تاجير من مكان تاني. تعرف حضرتك ان كلاود كومبيوتينج انتشر جدا، موضوع السحابه الالكترونيه وتخزين البيانات وتشغيلها من اماكن مختلفه وكده يعني. لكن في موضوع المباني ذات الطبع الخاص او المباني المهمه او المباني ذات الطبيعه الامنيه المحدده، فدي بيعملوا كلاود كومبيوتينج سنتر في المبنى نفسه. ليه قدرات تشغيليه بروسيسنج كابابيلتيز عاليه، ليه قدرات تخزينيه عاليه عشان يقدر ياخد الداتا. يتفضل مشكله ازاي اتعامل مع الداتا دي، ليها تطبيقات كتيره جدا على حسب الداتا دي اللي هتجيلك ايه هي. الرو داتا اللي جايه ازاي اتعامل معاها،
وحولها الى انفورميشن عشان يبتدي الانفورميشن دي تظهر في صوره فيجوالايز، يقدر الفاسيلتي مانجر او يقدر مدير المنشاه يعني ياخد قرار بناء عليها. ما هي بتجي له رقم 5 6 4 8 برموز حاجات انجينيرنج، ودي النقطه اللي الدكتور احمد تفضل بيها، ازاي يكون يوزر فريندلي سواء في التشغيل او في البدايه والنهايه. فحته الابلكيشنز برضو مهمه، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي هي موضوع تشعب البيج داتا مع حاجات اخرى. يعني هو دلوقتي الحقيقه حصل انتجريشن، كنت لسه بقول في بدايه العرض ان الدايمنشنز اللي اضيفت للبيل انفورميشن ميدلينج كانت واصله في الماتيوريتي ليفل بتاع البيل البيم الى ثلاث مستويات، وده اللي وصلت لها الولايات المملكه المتحده، هي اللي كانت الرائده في هذا المجال، في ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. دلوقتي بيقولوا ان في ليفل 4 جاي اللي هو دخلوا معاه اللي هو البي جي اي او البيج داتا اناليتكس، فالجزء ده الحقيقه شغالين عليه دلوقتي، هو موضوع بومنج وشغال في مجال الابحاث الحقيقه شغالين فيه جامد. ولو تحب في بحث عن موضوع البيج داتا بصوره عامه كده ان شاء الله ببعته لحضرتك يدي فكره عامه عن الموضوع يعني. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا دكتور. اي حد استاذن حضرتك دكتور احمد نتنقل للبيبر اللي بعدها. شكرا دكتور احمد، شكرا دكتوره ايه، شكرا مهندس احمد. يتالي نتنقل للبيبر اللي بعديها دكتوره ايه. دكتور احمد انا استاذن اخرج بعد اذنك لان عندي سيشن في. اتفضل يا دكتور. اتفضل. شكرا يا دكتور. اتفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم. مع الف سلامه. طيب عندنا مهندسه داليا عبد الفتاح هتقدم لنا بيبر entitled systematic framework for improving the quality of lighting in the internal environment of elderly homes. Study of the visual and non-visual effects of light. اتفضلي يا باشمهندسة حضرتك عرفينا على نفسك وبعدين ابدأي العرض. استاذن بس ان احنا فضلنا عرضين دكتور احمد، استاذن ان احنا نحاول نلتزم على قد ما نقدر في الوقت مثلا 10 minutes. اوكي تمام يا دكتور. احنا كده بقى لنا 2 ولا خلصنا ولا غير ده؟ غير العرض الموجود. العرض الموجود فاضل لنا واحد، فاضل لنا واحد اللي هو مهندسه اسراء ومهندسه ايناس بتدخل وبتخرج، فانا مش عارفه هي هتعرض ولا لا، يعني مش عارفه هل عندها مشكله تقنيه ولا لا. نحدد بس موقفها المهندسه ايناس. طيب نبدا بالبرزنتيشن دكتوره داليا اتفضلي. انا باشمهندسه داليا مدرسه بتاعت معهد القاهره العالي. اهلا وسهلا بيك. مسجله دكتوره في جامعه الازهر. اهلا وسهلا. البيبر بتاعتي عن systematic framework for improving the quality of lighting in the internal environment of elderly home, study of the visual and non-visual effect of light. هو الموضوع بيتكلم عموما عن جودة الإضاءة في البيئة الداخلية لدور المسنين. عرف إن الإضاءة هي عنصر من عناصر جودة البيئة الداخلية، وفي الغالب يعني كان الإضاءة معروفة عندنا ومتعرف عليها عندنا إن هي خاصة بالراحة البصرية وبالأداء البصري وبالأداء المهام البصرية، وده اللي هو المسار بتاع الإيمج فورمان. اللي أنا بركز عليه أكتر في البيبر اللي هو الجزء بتاع النون فيجوال إفكت أوف لايتنج، اللي هو خاص بمستقبل جديد المفروض إن هو لسه مكتشف في 2002، يعني لسه ما زالت لحد الآن في دراسات عنه إن في مستقبل جديد اللي اسمه العقدة الشبكية موجودة في الدماغ، دي مسؤولة عن إفراز هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن تنظيم الإيقاع الساعه البيولوجيه في الجسم. بالتالي في الفتره الموجوده في اللي هي فتره من 2002 الى الان، فكل الدراسات كانت اتجهت لدراسه التاثيرات غير البصريه للاضاءه على الانسان، لان المعايير اللي موجوده كلها للاضاءه هي بتدرس اكتر الراحه البصريه الادراك البصري، او هي خاصه اكتر بال يعني بالرؤيه. اما الجزء اللي انا بتكلم عنه هو النون فيجوال افكت بقى اللي هو خاص بالفيجوال افكتس والسليب الخاص باضطرابات النوم المود ديستربانس والالرتنس، وخصوصا كبار السن كمان عندنا في مشكله بالنسبه لكبار السن ان هم كل ما بيتقدم في العمر فكبار السن معروف ان الرؤيه لهم بتقل وبالتالي ضعف عندهم ضعف بصر في الغالب، والمفروض ان هم بيتعايشوا يعني معيار الإضاءة اللي موجود أو اللي هما بيبقوا شغالين عليه هو المعيار عام،
خاص بال يعني بالإنسان عموما، مش مخصص ما بين ده وما بين ده، في حين إن هما المفروض يكون ليهم حاجة خاصة بيهم، خصوصا إن هما عايشين في مجتمعات زي البروتينين والكلام. الغرض الأساسي من البيبر دي هي عمر التيتشر ريفيو، هي جزء من الدكتوراه بتاعتي يعني اللي هو أنا بدرس فيها الدراسات المفروض إن هي اتعملت عن المجال ده في الفترة، بدرس اللي هي الريفيو اللي اتعملت فترة من 2019 ل 2022، واللي خلاني اختار يعني الفترة دي بالذات لان في الليترشر كتير اتعملت، المفروض ان هي اخر حاجة اتعملت في 2019، وفي كمان يعني في ابحاث كتير اتعملت في الفترة دي كلها عبارة عن تجارب ميدانية او تجارب سريرية بيعملوا فيها اختبارات معينة لكمية اضاءة معينة على مجموعة من كبار السن، وبيشوفوا النتائج بتاعتها عشان يقدروا يحددوا معيار معين خاص بهم. فانا البيثولوجي اللي انا مشيت بها على البحث ده او في المراجعه دي، اول حاجه ان انا عملت اللي انا حددت المده الزمنيه بتاعتي من 2019 ل 2022. تاني حاجه ان انا عملت تحليل لسميرات الاضاءه اللي المفروض ان هي موجوده في الدراسات دي. تالت حاجه ان انا ربطت ما بين اللي هو تاثيرات الاضاءه ما بين سميرات الاضاءه اللي المفروض ان هم متبعه، وما بين اللي هي التاثيرات غير البصريه اللي ذكرت في الدراسات دي. الكريتيريا اللي انا حددت عليها الدراسات اللي انا اخترتها كانت عباره عن اول حاجه الكونديشن بتاعه الاضاءه اللي هي الدي لايتنج والديناميك لايتنج واللايت ديزاين، في انواع اضاءه معينه في تجارب معينه بيبقوا محددين نوع الاضاءه او يعني عاملين مصممين اضاءه مخصوص عشان خاطر يشوفوا يختبروها على كبار السن هل هي هتاثر سلبي او ايجابي. ثاني حاجه البيلت انفايرمنت او المكان اللي بتعمل فيه التجربه نفسها لازم يكون دور مسنين او مكان خاص بدور بكبار السن، لان في تجارب برضو اتعملت بتاع هي كلها طبعا بره مصر، فكانت دايما بيبقوا يعني بيعملوا مثلا اعلان وتعمل التجارب بمشاركه الناس دي جوه بيوتهم، بس انا خصيتها هنا قوي باللي هي الايه بدور مسنين اكتر. رابع حاجه بقى، احنا قلنا في الاول خالص ان احنا عندنا فيه يعني في نون فيجوال افكت كتير لللايتنج اللي هي الكاسات فسيولوجيه او خاصه بالادراك المعرفي او خاصه بالاكتئاب المزاج وكده، يعني في تاثيرات كتير فيها، بس انا حددت في البحث ده اربع حاجات خاصه بالنون فيجوال افكت اللي هو المود والسليب والارتنس، والفيجوال افكت اخدت منه حاجه واحده بس اللي هو الفيجوال بيرفورمانس، لان انا كنت عايزه يعني ايه اقارن ما بين النتائج الإضاءة اللي هنا واللي هنا، اللي هو إن أنا أعرف في الآخر هل الإضاءة اللي هي تنفع للنون فيجوال إفكت هل هتكون مناسبة برضو للفيجوال بيرفورمانس ولا لأ. المفروض إن أنا عندي 11 دراسة دول أنا عملت تحليل ليهم، عملت تحليل لهم بناء على طبعا لأنها كلها عبارة عن تجارب ميدان يعني تجارب سريرية أو تجارب معملية بتتم بالتعاون بين مهندسين عمارة وبين الدكاترة أطباء في الغالب، يعني كل معظم أو حوالي 9 منهم بتعملوا كده، وفي منها بتتعمل أطباء بس تجارب من التجارب دي. فالليترشر ريفيو أو الدراسات اللي أنا رجعتها هما دول 11 دراسة، بعد كده حللتهم بقى لسيناريوهات الإضاءة، يعني بتجمع سيناريو الإضاءة اللي متخذ مثلا في كل دراسات معينة إيه اللي هما اتخذوه فيها. يعني انا عندي مثلا حوالي 5 من الدراسات دي خدوا فيهم دايناميك لايتنج. دايناميك لايتنج ده بيبقى عباره عن نوع من الاضاءه هو كلها ارتفيشال، اللي هو او معظم الدراسات اللي انا 5 منهم كان عن هي واحده بس، دراسه واحده منهم بس هي اللي كانت دي لايتنج كانت اضاءه طبيعيه، وال10 دراسات الباقيين ارتفيشال لايتنج، 5 منهم كان دايناميك لايتنج. دايناميك لايتنج دول ده عباره عن نظام اضاءه بيبقى متثبت بس بيتحكم في درجه حراره اللون بتاعته، بيتحكم في شده الطاقه الطيفيه بتاعته طول النهار، بحيث ان انا ما بقاش طول النهار من اول النهار لحد الليل او في اي مثلا نشاط حد بيعمله هو نفس الاضاءه، لا بنقدر ان احنا نتحكم في درجه حراره اللون ونتحكم في الطاقه الطيفيه، لان كل حاجه من الحاجات دي بيبقى لها تاثير مختلف على كبار السن. تاني حاجه كانت عباره عن فيشر لايتنج كنترولد وايت لايتنج، ده نوع من الاضاءه برضو المفروض دي اضاءه بيضاء، يعني في اللي هو التيلورد لايتنج ده نوع من الاضاءه مصمم خصيصا من مركز ابحاث الاضاءه موجود، يعني بيصمموه بحيث ان هم بيدخلوا فيه قيم معينه خاصه، يعني في دراسات معينه معموله برضو للاضاءه اللي هي الخاصه بالايقاع اليومي او اللي هي بتاثر على الصحه للانسان. دي انواع الاضاءه بتاعتي اللي اتعملت، وبعدين قارنت في الاخر بين التاثيرات الايجابيه والسلبيه بتاعت كل نوع منهم. ففي يعني من النتائج بتاعتي ان انا عندي في الدايناميك لايتنج بالذات
في نوعين من الإضاءة اللي هو كان بيعلى فيها خلى فيها درجة حرارة اللون من 2700 ل 6500 دي أقصى قيمة، ودي طبعا بتفضل تتغير على مدار 12 على مدار يعني بيشغلوها من 7:30 ل 10:30 بتتغير الطاقة الطيفية بتاعتها وبتتغير درجة حرارة اللون خلال الأوقات دي، يعني الساعة 9 يعني خلال الساعة 9 الساعة 1 بيبدأ يقل الكيرف بتاعها. فدي مثلا دي كانت اثرت بالايجاب على تغيرات النوم، ان هي زادت النايت تايم بتاعي زاد من 408 دقيقه ل 495. الافرج بتاع النوم الكل بتاع اللي هم كبار السن اللي اتعمل عليهم التجربه بقى احسن. يعني هي المقارنه عندي ما بين تاثيرات سلبيه وتاثيرات ايجابيه، يعني بمعنى ان هل النظام الاضاءه اللي انا حطيته اثر ايجابي ولا اثر سلبي، وهل هو لما اثر يعني طب لو هو ليه تاثيرات ايجابيه اثر سلبي برضو ولا لا. كان في مثلا تجربه من التجارب اثرت ايجابي عليهم نسبة، يعني كان لها تاثيرات ايجابيه وسلبيه، هي زودت عندي الكفاءه بتاعتهم. increased daylight activity يعني هي زودت الكفاءه بتاعت النشاط بتاعهم خلال هي اثرت على جوده او كفاءه النوم بتاعتهم بالليل. فانا المفروض ان انا بطلع من الريفيو ده بان انا عندي قيم معينه القيم دي اثرت ايجابي تمام او ما اثرتش بالسلب، ده اللي مهم عندي. ومؤثرات سلبي دي هبعد عنها خالص، لان المفروض ان القيم دي كلها في الاخر انا هاخدها واعمل عليها انا تجارب بقى اشوف احنا هنا، لان كل الدراسات دي بره مصر فانا هاخدها عندي جوه مصر والمفروض وابدا انا اجربها برضو على مجموعه من كبار السن واشوف هيأثر عليهم بالايجاب او السلب واقارن بين النتائج اللي هنا والنتائج اللي هنا. يعني عندي مثلا في برضو في مقارنه بين دراستين كانت بس هي دي لايتنج ولايتنج بالنسبه لتاسك معين اللي هو الريدنج، فلقيت ان هي مثلا ان اكتر قيمه اثرت يعني اللي هما الاثنين كانوا دراستين اتفقوا على ان اقل قيمه بتدي تاثير سلبي او ما ينفعش ان هما او هو نطاق غير مقبول للاضاءه كان عند 300 لكس، في حين ان مثلا في الدراسه اللي هي كانت دي لايتنج كان من 600 ل 800 كانت ديت نطاق مقبول، لكن الثانيه كانت من 500 ل 1000. يعني هو الفرق ما بينهم في الاخر ما هوش كتير، فبالتالي انا عندي دي يعتبر نطاق مقبول اللي هو من ايه من 500 ل 1000 لكس. الريزلت بتاعتي ان انا المفروض خلال المراجعات اللي انا عملتها بالنسبه اول حاجه ان انا عندي اول حاجه اللي هو بالنسبه للتاثيرات البصريه انا عملت مقارنه بين الدراستين اللي عندي هنا بين التاثيرات البصريه، فالمفروض ان انا عندي النطاق المقبول للاضاءه كان من 500 ل 1000 لوكس، لكن في الدراسات اللي انا راجعتها الخاصه بالنون فيجوال افكت اوف لايتنج فهلاقي ان انا عندي الدي لايتنج كله ادى تاثير ايجابيه، حتى الدراستين اللي فيهم ما ادوش تاثيرات ايجابيه بس ادوا ما اثروش سلبي. فانا بالتالي ان الديناميك لايتنج ده هو نظام يعني مقبول ممكن ان احنا نطبقه على كبار السن. تاني حاجه في نظام اللي هو سوري في نطاق تاني اللي هو ادى تاثيرات سلبيه اللي هو كان نطاق من 4000 كليفن درجه حراره اللون 1000 ل 17000 كليفن، ده اصلا نطاق عالي جدا، فبالتالي عشان كده هو ادى تاثيرات ايجابيه طبعا لكن ادى في نفس الوقت تاثيرات سلبيه. فمن خلال المقارنه بين النتائج دي كلها هنلاقي ان احنا عندنا اقل نطاق مقبول درجه حراره اللون هو 1700 كليفن، لكن النطاق اللي هو البيدي اعلى نطاق مقبول بالنسبه لي هنا في الدراسات دي اللي هو كان 1000 لكس، واعلى نطاق في درجه حراره اللون من اللي هو ادي تاثيرات ايجابيه بس اللي هو كان 550 كليفن. ده بالنسبة لي هو ما اداش تأثير سلبي على كبار السن، وفي نفس الوقت هو ما أثرش سلبي، هو نطاق مقبول. بس الريزلت اللي عندي بقى تاني ان اللي عندي الدراسات اللي هو تم دراستها كلها بالنسبة لي دلوقتي
أكد على حاجتين. أول حاجة إن هو لحد دلوقتي، لأن هو يعتبر الجزء ده جديد، ففي تجارب شغالة كل يوم. هو لحد دلوقتي مفيش معيار ثابت بيتم اتخاذه، هو كل اللي بيحصل إن بيتم تجارب كتير ميدانية أو تجارب سريرية يختبروا فيها مجموعة من الإضاءة أو كمية من الإضاءة معينة، وبعدين وعلى أساسها يقارنوا بالنتائج وبعضها، يعني بهدف ده كله بهدف إن احنا نوصل في الآخر لمعيار خاص بالتأثيرات غير البصرية، ونقدر ندمجه مع المعيار اللي هو الموجود أصلا أساسا اللي احنا شغالين عليه بتاع الطاقة، بحيث إن احنا جمعنا بين الحاجتين. وفي الآخر جودة الحياة اللي هي اللي حصلنا على جودة الإضاءة الداخلية عند كبار السن. الريزلتس اللي عندي الريكومنديشن، الريكومنديشن طبعا انا بالنسبه لي الدايناميك لايتنج هو يعتبر كان احسن نظام اداني نتائج مقبوله. الحاجه الثانيه حاجه ان انا من التوصيات اللي المفروض ان نبحث تزيد في الموضوع ده بالتعاون ما بين المعماريين وبين الاطباء، بحيث ان احنا نوصل لنتيجه مقبوله في الاخر، لان هي التجربه دي لازم تبقى خصوصا لكبار السن تحت اشراف طبي. تاني حاجة بقى اللي هنوصل بيها ان من خلال بقى نزول الدور المسلمين الموجودة في مصر، طبعا انا ما قدرتش اعرض اي صور لان انا كنت كل ما بنزل الدور بيمنع اصلا التصوير اساسا خالص، بس هي كلها ما فيهاش شمس خالص، فده اللي مخليني اركز اكتر على artificial lighting لان انا بشتغل على الوضع القائم. فكل دور المسلمين اللي موجودة هي ما فيهاش artificial lighting، غير ان كبار السن بيفضلوا قاعدين وقت طويل جدا في الغرف بتاعتهم، وحتى ما فيش أنشطة مثلا بتخليهم يشوفوا ضوء الشمس. فعشان كده هو التركيز ان احنا نحسن دور المسنين اللي موجودين، نحسن الاضاءة الداخلية في دور المسنين اللي موجودة بالارتفيشال لايتنج، بحيث انها تكون مناسبة ليهم. لكن لو في ريكومنديشن بقى لحاجة تتصمم بعد كده، او اللي مثلا ان هم يعملوا لهم جدول أنشطة، جدول أنشطة يكون على الاقل بيخليهم يشوفوا الضوء على الاقل في النهار على الاقل ساعتين بس. شكرا. طيب شكرا دكتوره داليا على على البرزنتيشن الفيري فيري ان ديب وسبيسيفيكلي كده اورينتد، ودي حاجه طبعا كويسه انه يكون عندنا ريسيرش ورك مخصص لمجال زي الاضاءه الصناعيه. وزي ما انت ذكرتي كده وتفضلتي مشكوره في النهايه بتاعه العرض بتاعك، انه في بعض الحالات انا ما عنديش بدائل اخرى، بمعنى انه انا جايز لو أنا عندي بديل آخر للإضاءة الصناعية فأنا هعتمد عليه، سواء إضاءة طبيعية أو ميكس ما بين الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية. لكن الحالة اللي حضرتك ذكرتيها ديت وهي دور المسنين، الحقيقة يعني على الرغم من أنها تحمل بعض من القسوة والحزن أنه يكونوا ما بيتعرضوش لأشعة الشمس ولا بيخرجوا للأوتدور أكتيفيتيز أو أي أوتدور أرياز، إلا أنه يعني دورنا طبعاً ومسؤوليتنا المجتمعية أنه كويس جداً أن حضرتك لما لقيتي مشكلة زي كده بدأتي تفكري في إزاي أن أنا حتى في ظل وجود المشكلة وعدم القدرة على تغييرها، إلا أن أنا ممكن أحسن البيئة الداخلية اللي هم عايشين فيها من خلال الارتفيشال لايتنج. يمكن أنا بس التعليق بتاعي يا دكتورة داليا أنه الموضوع دايماً بيبقى زي ما كنت بقول للدكتور أحمد قبل كده، انه احنا دايما الريسيرش بتاعنا بنبقى مسؤوليتنا ان احنا ازاي نوصل النتائج بتاعته in a friendly way. كلنا بنعمل ريسيرش وعملنا وبنعمل وهنفضل نعمل ريسيرش وبنعمل كم كبير جدا من المجهود ومن التحليلات ومن الاستبيانات ومن المقارنات، الا انه في النهاية اليوزر بتاعي او المستفيد بتاعي من البحث مين، واقدر ايه المسج اللي توجه له بيها ببساطه. يمكن انا دايما وحتى الطلبه بتوعي في الماجستير وفي الدكتوراه دايما بقول لهم من اول يوم وانت بتفكر في الموضوع بتاعك، فكر في اما تخلص الموضوع بتاعك او الرساله بتاعتك هتروح بيها لمين وتقول له ايه، لان ده بيخلينا وذر الريكومنديشنز بتاعتنا او الكونكلوجنز، خلينا نقول الريكومنديشنز اكتر، لان انا في الريكومنديشن انا بتوجه لناس المفروض انها تستفيد من الريسيرش ورك الكبير اللي انا عملته دوت. فبالنسبه لي دي دايما نقطه من النقط المهمه. فهل انت مثلا يا دكتوره بتفكري ان الريسيرش بتاعك ده تقدري في المستقبل او في دراسات مستقبليه تطبقيه على كيس ستادي زي دار مسنين او ما يشابه؟ ايوه ما هي انا الدكتوره بتاعتي مخصصه جزء التطبيقي، اللي هو المفروض ان هو ده انا بعمل ده عشان خاطر اللي بعده اللي هو الجزء التطبيقي. يعني اللي انا طلعت بيها دي اختبرها بقى كلها. البيبر دي تعتبر بلاتفورم لابلكيشن هتحصل او
تطبيق هيحصل على الكيس ستاديز في الدكتوراه، صح اللي انا فاهمه كده؟ ايوه تمام. طيب تمام، يبقى انت كده جاوبتي على السؤال اللي انا بتكلم او بسال عليه. طيب السؤال الثاني يا دكتوره، المواضيع ديت برضو تاني، وانا بحب دايما ابقى براكتيكال، هل احنا عندنا بيزنس موديل للكلام ده؟ لا، هو اساسا انا يعني ما اتعملتش قبل كده في مصر عموما، يعني حتى كل الكيس ستادي اللي انا الدراسه اللي انا بعملها ريفيو هي كلها من خارج يعني اجين برضو التكلفه الاقتصاديه دايما هي احد المعوقات، صح؟ ايوه هعمل ده بكام؟ لا، هو انا ما درستش تكلفه اقتصاديه، بس هو انا دلوقتي في الاخر هو احنا كده كده بنحط اضاءه في بنحط اضاءه، ممكن نحط اضاءه فكره كتيره جدا في المكان، يعني ممكن نحط، بس احنا مش دارسين بالظبط هي تاثيرها مفيد ولا ضار. هي ممكن تكون على فكره اقل من المطلوب، يعني اكتر من المطلوب. يعني الاضاءه برضو لما بتزيد مستواها على المستوى المطلوب بتاعها هي في الاخر بتعمل لي مشكله. فهو لا، انا ما درستش. بما ان حضرتك متخصصه في مجال الاضاءه فاكيد ورد عليكي الاكسبيرينس ديت، ان شركات معظم المباني الاداريه مثلا اما بدات ال اي دي تكنولوجي تتطور وتكتر، كان التشالنج دايما بتاع انه اما عايز انقل من الكونفنشنال لايتنج للليد لايتنج، اول سؤال كان بيتسال التكلفه بتاعه ده كام، اللي بيه او اللي على اساسه هاخد الديسيجن هل هغير واعمل ريبليسمنت للسيستم ولا هفضل في السيستم اللي موجود قبل كده. فكانت الاجابه ان التكلفه بتتقسم الى انيشال كوست اللي هي بتاعه التكلفه بتاعه الاضاءه نفسها، والرننج كوست، ويجي عليها كمان بقى لاير ثانيه الكواليتي اوف لايف ومدى تاثيرها على بقى الكواليتي اوف لايف انسايد ذا بيلدينج والكواليتي اوف فيجن والحاجات اللي زي كده. فconsider please ان الموضوع بتاع الايكونومكس اوف اني كيس ستادي از يعني اوف ان ايكويفالنت امبورتنس، يعني الاهميه بتاعتها دايما بتبقى تو بي كونسيدر، لانه على فرض ان حضرتك خلاص خلصتي بقى الكيس ستادي وفي حد خد الريسيرش بتاعك او الرساله بتاعتك، وليكن بيعمل دار مسنين مثلا وعايز يابلاي الحاجات اللي انت بتتكلمي عنها او ريكومنديشنز ديت، يقدر يابلاي او لا، ياخد ديسيجن ولا لا بيزد على ايه؟ بيزد على عده عوامل من ضمنها العامل الاقتصادي. عموما شكرا دكتوره داليا. ودكتوره ايه بقى لو في اي حد ليكي او لحد من الزملاء ليه تعليق او ليه استفسار اتفضل. شكرا يا دكتور احمد. اولا طبعا شهادتي في باشمهندسة داليا هتكون مجروحة، لأنها فعلا شخص دؤوب جدا في بحثه وفي يعني اللهم بارك يعني. بس أنا مش هضيف حاجة خالص غير إن فعلا يعني أنا عارفة قد إيه أنت دؤوبة وقد إيه أنت فعلا عايزة الموضوع يتغير، وكنت حزينة جدا وأنت نازلة وحاسة بتأثير. فالنقطة اللي قالها لك دكتور أحمد دي نقطة مهمة جدا، لو أنت فعلا عايزة يتنفذ، يعني أنت أيها لو أنا بدفع فلوس أي حد هيجي يقول لي هي اعملي كذا هقول له كام؟ اي حاجه بنسال عليها بكام. فيمكن دي نقطه مهمه حتى ان انت تبقي عارفه التكلفه للدراسات الحاله اللي انت اشتغلتي عليها دلوقتي كام، وتبقى على الاقل هتبقى مساويه ليها، او زي ما بنقول لو هي اعلى ففي انيشال كوست وفي رننج كوست وفي انفستمنت. فدي يمكن دي نقطه علشان نوصل لتوصيات حقيقيه زي ما انت عايزه تعملي، يمكن دي تكون نقطه يعني انلايتنج كده او مضيئه ليكي. اي حد مفتوح هيبقى عنده اسئله؟ شكرا دكتور احمد. شكرا دكتور ايه. شكرا جزيلا دكتوره داليا وشكرا دكتوره ايه. Let's move to the next presentation. اوكي، last but not least we have مهندسه اسراء محمد جمعه، ومعاها دكتوره مروه قمر ودكتوره مي مذكور، وهي هتقدم لنا بحث بعنوان Environmental Architecture Design During the Pandemic Era Office Buildings as a Case Study. باشمهندسة إسراء اتفضلي، حضرتك عرفينا بنفسك واتفضلي العرض. باشمهندسة إسراء حضرتك معانا صح؟ باشمهندسة داليا هستأذن حضرتك تقفلي العرض بتاعك. هو لسه ما اتقفلش عندنا؟ كنت تأكدي بس. تمام كده اتقفل.
باشمهندسة إسراء، حضرتك متواجدة ولا لسه في مشكلة برضو؟ باشمهندسة إسراء جمعة. طيب يعني الشيء is not there يا دكتور، يبقى احنا كده خلصنا. آية بتقول ان هي متواجدة دكتورة آية في الشات، فسيمز شي مايت هاف بروبلم. طيب احنا بالظبط، هم لسه بيبلغوني حالا ان احنا هنشغل العرض يا دكتور بعد اذن حضرتك، وبعدين هتكون حضرتها موجوده للمناقشه. المايك مش بيفتح، جربي تاني. احنا هنشغل العرض بعد اذن حضرتك يا دكتور، وبعد كده المهندسه اسراء ترد على الاسئله. تمام، اتفضلي يا باشمهندسه بنسي. سادة المساعدين، احنا ما عندنا الصوت مش ظاهر، استأذن حضراتكم نعالج المشكلة دي. I am إسراء محمد جمعة، Master of Science Candidate Architecture Department Faculty of Engineering at Toronto University. هو الصوت راح. ما فيش صوت يا دكتورة آية. هما جنبي بيسألوني، فقلت لهم جه وقطع تاني حالا. Content of this presentation: 1. Introduction. 2. Panoramics in Architectural History. 3. Urbanism and Health in the Modern World. 4. Defining the Built Environment. 5. Design Strategies for Preventing Pandemic on the Architectural Scale. That is content of airflow, lighting, shared facilities, public washroom and bathroom, stairways, high-rise building lifts, and workplace. 6. Analysis. 7. Results. 8. Recommendations. Introduction. في فترة كوفيد اللي كلنا مرينا بيها في 2019، اتجه الناس إلى البيئة للحد من الوباء، حيث نظافة الأسطح والمسافات الاجتماعية 2 متر، والبدء في تصميم الفراغات الداخلية وإعادة الفرش بناء على تلك المسافات. ابتديت أعمل سيرش وأشوف الهيستوري للبانديميك، وجدت إن في القرن 19 عند ظهور مرض السل وقبل اكتشاف مضاد للمرض، كان العلاج التعاون بين العمران والعمارة والطب، وبالتالي السبب الرئيسي لانتقال الفيروس كان البيئة المبنية. لتقليل فرص انتقال العدوى من خلال التصميم المعماري للمساحات، بدأت بجمع البيانات وتحليل مباني المكاتب في عصر كوفيد، واستنتاج توصيات في التصميم المعماري لحد من الوباء، والبدء في التركيز على فهم كيفية انتقال العدوى من خلال مكونات البيئة المبنية، سواء كانت مداخل، حمامات، سلالم، وأماكن العمل، ومساحات معمارية أخرى، أو كيفية تهوية تلك المساحات سواء كانت تهوية طبيعية أو ميكانيكية لحد من انتشار الوباء. تم اختيار مبنى في اليابان في فترة الكورونا ودراسة المعايير المطبقة على نطاق معماري للحد من انتقال الكورونا من خلال التحليل، بالإضافة إلى اقتراح توسيع للمبنى للحد من الانتشار، وكذلك الوصول إلى التوصيات العامة للتصميم. نتكلم عن Pandemics in Architectural History. في القرنين الماضيين يتم استخدام الهندسة المعمارية والتصميم الحضري لمنع ومكافحة الأوبئة،
إذ تم بناء المساحات بشكل صحيح، وقد حدث ذلك عندما اندلع وباء السل المقاوم للأدوية بشدة. أصبحت مصحات علاج السل هي النموذج المعماري العلمي، حيث وصلت أشعة الشمس إلى مساحات المعيشة للقضاء على الفيروس المسبب لمرض السل. يمكن أن يكون مظهر الحداثة المعمارية مدينا بشكل جزئي لمرض لذلك المرض. تأثرت تصاميم العمارة الحديثة بعصر النقاء والهندسة الصارمة ورفض الزخرفة والزينة. هتكلم كمان عن الأربانيزم أند هيلث إن ذا مودرن وورلد. يوجد خمس جوانب مهمة للهندسة المعمارية الجديدة والتي حددها المعماري العظيم لو كوربوزيه، وكانت عبارة عن النظريات الصحية المضادة لمرض السل. أول حاجة هتكلم عنها اللي هو البويلت. يرتفع المبنى على ركائز عن الأرض للسماح بامتداد الطبيعة تحت المبنى والهروب من الظلام. تاني حاجة ذا روف توب جاردن. يوجد على السطح حديقة، وهنا تحول السطح إلى جزء وظيفي من خلال اتصال الإنسان بالطبيعة. رقم 3 ذا هوريزونتال ويندو. الشبابيك أفقية تسمح بالتهوية والإضاءة الطبيعية والاتصال بين الداخل والخارج. رقم 4 فري فاساد. الواجهات كانت خالية من الزخارف وكانت باللون الأبيض. رقم 5 فري بلان. البلان كان داخليا لا يوجد به حوائط كثيرة، والحوائط كانت مسموح بحركاتها لكي يحس الإنسان بالاتساع حواليه. والنقاط دي كلها تحققت في تصميم فيلا سوي للمعماري الشهير لو كوربوزيه. Defining the built environment. تؤثر البيئة المبنية على كل جزء من الحياة. دكتورة آية، يعني أعتقد إن في مشكلة في الصوت. في مشكلة إن الصوت متسجل على كل سلايد لوحدها، فبالتالي بيريبلاي لوحده. دي للأسف دي مشكلة مش هنعرف نحلها قوي. فاللي بيحصل دلوقتي إن هما بيعرضوا على السلايد قدام حضرتك، وبعدين أنا بعت لبشمهندس إسراء لو تقدر تخش معانا حتى بالفويس بس، وهي للأسف ما عندهاش الإمكانية دي برضه. فحضرتك تحب نعمل ايه؟ should like we can just accelerate or to skip it as you يعني wish. يعني we can accelerate كده، نمشي في السلايدز ونبص عليها لغايه النهايه، ويعني انه الحقيقه يعني احنا مش عارفين نسمع حاجه، فبالتالي يعني مش قادر. I cannot comment actually يعني. خلاص لحضرتك تشوفه. Defining the built environment. تؤثر البيئة المبنية. Results. Shaharia Life and Work Commission Office. بعد الجائحة هو غير آمن تماما، يمكن أن يساعد في نشر العدوى، حيث تمت دراسة جميع العناصر.
يعني thank you طبعا، بس مش عارفة بصراحة. اتفضل يا دكتور. طيب وشكرا على البرزنتيشن. الحقيقة أنا مش قادرة يعني interact لأنه مش يعني أنا قريتها بس، أو قدرت طبعا اللي قدرت أقرأ قريته، لكن أنا بس تعليقي باشمهندسة إسراء أنه يعني please get prepared as much as possible بعد كده إن شاء الله في الأبحاث القادمة يعني، وحتى جربي مرة واثنين وثلاثة بقدر الإمكان، بحيث أنه يبقى البرزنتيشن ديت زي ما قلت في بداية السيشن كده، إحنا الغرض من دوت أن إحنا بنديسكاس الريسيرش وبنديسكاس الكولابريشنز اللي ممكن تحصل ومدى الاستفادة. خليني كده أنا هعقب تعقيب عام على الأبحاث كلها بتاعت السيشن بتاعت النهاردة. في الأول طبعا أنا بشكركم جميعا على المجهود الكبير اللي حضراتكم قمتم بيه، سواء الأبحاث الفردية أو الأبحاث الجماعية، سواء الناس اللي عملت presentation أو الناس اللي يعني حظها ما كانش موفق في إنهم يعملوا presentation، ده طبعا ما يقللش خالص من المجهود الكبير اللي هم عاملينه، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون في presentations القادمة تكون أحسن إن شاء الله وفي مجال أوسع للتطوير. الملحوظة العامة اللي أنا الحقيقة يعني هكررها تاني هي أنه إحنا كباحثين دايماً بنبقى مشغولين بالبحث وبمدى انضباط البحث كعملية أو كبروسيس والميثودولوجي، وكل طبعاً ده كلام مفروغ منه ومفيش مجال لمناقشته، لكن المهم أنه إحنا نفكر دايماً أن الأبحاث بتاعتنا ديت إحنا هنفيد بيها المجتمع اللي إحنا عايشين فيه إزاي، سواء المجتمع ده مجتمع أكاديمي إحنا بننتمي ليه فهنفيد الطلاب بتوعنا إزاي كأساتذة وكمعيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين وأساتذة مساعدين، ده شق مهم جدا. والشق التاني المجتمع اللي إحنا بننتمي ليه إزاي إن إحنا نحل أو نساهم في حل بعض المشاكل في هذا المجتمع. فبالتالي دايما التفكير في البحث، حتى لو أنا بعمل ماجستير أو دكتوراه وبعمل جزء من الرسالة ديت بحطه في بيبر علشان متطلبات الحصول على الدرجة، فيجب أن أفكر إزاي هستفيد من البيبر ديت، فإن أنا وذر بإن أنا بحل مشكلة ما أو بتناول مشكلة ما بحل، أو حتى ممكن أفتح لنفسي مجال فيما بعد البحث العلمي سواء خبرة عملية أو مجالات للعمل. ويمكن الأبحاث معظمها فكرة اللي أنا بقول عليه دوت تحقيقه سهل جدا جدا، يمكن أكثرهم طبعا البحث بتاع الدكتور أحمد والمهندس أحمد اللي هو بيتكلم على البي آي أم والفاسيليتي مانجمنت بحكم إن هو ريليفنت أكتر للبيلدينج سكيل، وبالتالي ممكن يبقى الأبليكيشن بتاعته أسهل شوية من الأبحاث الأخرى، وإن كان في وجهة نظري إنه حتى لو في فيو ستيبس كل بحث يقدر يخطوها هتؤدي في النهاية إلى جريت ستيبس وجريت تشينج على مستوى المدينة وعلى مستوى حياتنا ككل. لكن الأهم من ده إن إحنا يكون عندنا دايماً النظرة المستقبلية لما بعد البحث. أنا البحث ده هينتهي بمناقشته في مؤتمر دولي وأخد البيبر أكسبتنس أو أخد يعني النشر بتاعه البابليكيشن بتاعته لمجرد يعني استيفاء الإجراءات اللي أنا عايزها في ترقية أو في حصول على درجة علمية وبس، ولا في مجال كمان أن أنا استفيد من الموضوع ده. برضو في بعض الأبحاث الحقيقة يعني البحث بتاع الـ Artificial Lightning ومدى ارتباطه بمشكلة ممكن يكون في مشاركة من تخصصات تانية زي الطب مثلا، برضو دي من الحاجات الكويسة جدا انه لو في عندي اريا او عندي مجال ان انا اتعاون مع زميل اخر من تخصص تاني، ده بيدي ثقل كبير جدا للبحث بتاعي، لانه احنا كلنا مشكلتنا ان احنا بيجي لنا وقت عمالين نتكلم مع بعض وعمالين نثير قضايا في يعني مجموعة أخرى من الباحثين ما يعرفوش عنها حاجة، وإحنا كمان ما نعرفش عن القضايا بتاعتهم اللي هم بيثيروها ويبحثوا فيها حاجات كتير. لكن فكرة إن إحنا نعمل مالتي ديسيبلينري ريسيرش أو نعمل انتر ديسيبلينري ريسيرش بقت واحدة من الحاجات اللي دلوقتي لها أهمية كبرى، إن أنا مش بشتغل لوحدي، أنا بشتغل وذر معايا تخصص آخر أو بشتغل
معايا تخصص فيه يمكن ملوش علاقه مباشره بالتخصص بتاعي، لكن ده هيفتح نظرتي لامور يمكن انا ما كنتش باخد بالي منها، ويمكن كمان يلقي الضوء على الجوانب البحثيه اللي انا ببحث فيها والناس مش واخده بالها منها. زي ما بنقول كده علاقة مثلا الارتفيشال لايتنينج بتخصص زي الطب، ايا كان بقى التخصص الطبي اللي هيرتبط بالإضاءة، ممكن يبقى طب نفسي، ممكن يبقى عن عيون، ممكن يبقى حاجات تانية، الله أعلم. العلم كل يوم بيكتشف حاجة مرتبطة ببعضها ممكن تبقى شكلها في المستقبل عامل ازاي. في النهاية أنا بشكركم جميعا على المجهود مرة تانية، وكنت أتمنى إن إحنا نكون face to face بحيث إنه يحصل more interaction ويحصل يعني نوع من التعارف بشكل يعني مباشر أكتر، لكن إن شاء الله نتمنى إنه يكون في المرات القادمة السيشنز كلها تبقى face to face، ويكون إن شاء الله في لقاءات في محافل علمية وأكاديمية إن شاء الله قادمة في المستقبل القريب. شكرا جزيلا دكتورة آية، وشكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا يا دكتور احمد. يعني لا ترلي ختامها مسك، يعني فعلا مش حاجه تتقال بعد كده. الله ربنا يخليك يا دكتوره ايه، تسلمي. هستاذن حضراتكم اللي يحب، احنا بس نفكر حضراتكم تاني ان احنا هننتقل للينك زوم لينك بتاع هول نمبر 1 علشان الجلسه الختاميه للمؤتمر. بس قبل ما نعمل كده هستاذن حضراتكم اللي يحب يفتح الكاميرا عشان نلتقط صوره جماعيه للجلسه، نكون شاكرين جدا. شكرا جزيلا، شكرا جدا يا دكتور احمد، واشكرك دايما. شكرا دكتوره ايه، جزيل الشرف الوجود مع حضرتك. كان يو بس شير اللينك هنا بحيث ان احنا نقدر نروح له يا دكتوره حالا. ثانيه واحده على الشات حالا. لايف شات Here is the link for everyone. تمام. Thank you all. Thank you, Dr. Ahmed. Thank you for all. شكرا يا دكتورة. شكرا دكتورة. جزيلا. شوف حضراتكم حالا إن شاء الله في الروم الثاني. إن شاء الله. مع ألف سلامة.